السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت الحاج شكري إسماعيل أبو رأفت الكائن في مخيم غزة محافظة جرش. اليوم هو الاثنين الموافق 16/4/2007، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية والجهة المسؤولة عن فلسطين في الذاكرة palestineremember.com. يجري هذه المقابلة ركان محمود. عمي أبو رأفت، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف إلى تكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي قريتك قبل النكبة. أما القسم الثاني فيهدف إلى تكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب والصراع مع العصابات الصهيونية، مرورا بزلزال النكبة الأليم وانتهاءا بمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في مناف اللجوء والشتات. اسمحنا نباشر بأسئلة القسم الأول. بدنا اسمك الرباعي. عم اسمك الرباعي؟ شكري محمود مصطفى أحمد إسماعيل. عظيم. مكان ولادتك؟ السوافير الشمالي. السوافير الشمالي. وتاريخ ميلادك أو يعني سنة تولدك؟ 33. مواليد 33. مواليد 33. نعم. إن شاء الله العمر كله عمي. الله يبارك. بدنا اسم والدك الكامل برضو. محمود مصطفى برضو أحمد إسماعيل. والدتك؟ تمام. تمام محمد سليمان عبد الجواد. عظيم. طيب توافق عمي على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة؟ وتسعفنا بما تجود عليك في الذاكرة إن شاء الله. اللي بعرفه بقول لك إياه. حياك الله عمي. طيب بدي اسم القرية، شو اسمها؟ السوافير الشمالي. السوافير الشمالي. نعم. طيب بتعرف ليش سموها السوافير الشمالي؟ والله أنا حسب ما بسمع من الكتالية زمان. نعم. إنه إحنا جينا من الجزيرة العربية. نعم. ومسافرين. نعم. وجينا على القدس، ومن القدس طلعنا على بيت نتيف، ومن بيت نتيف جينا على بلدنا، هاي كانت مقبرة للمساجد. نعم. وذكرنا في هذيك البلد سموها سوافير؟ سوافير عشان نكون في سفر ومسافرين من بعيد. نعم. هذا اللي بسمعته من الاختريدي قبلي. طيب في سوافير شمالي وفي سوافير غربي وفي سوافير شرقي. نعم. شو السبب يعني؟ لأنه هذول كانوا أساسا في بلدنا هم. نعم. وطلعوا كل واحد في الشرق، هذا صار شرقي وهذا صار غربي، سموا هذا غربي وهذا الشرق الشرقي وهذه الشمالية. احنا ضلينا في بلدنا الأساسية، بس الأساس بلدنا. يعني السفر الشرقية آخر ما طلعت 47 عيلتين من بلدنا روحوا على السفر الشرقية. خليك عندي يا حجة. نعم. طيب طب تتذكر كم كان عدد سكان القرية قبل ال والله حوالي 1000 تقريبا. حوالي 1000 نسمة. هاي السفر الشمالي لحالها. طيب السوافير الأخرى هذيك حوالي 1500. الشرقية. الشرقية 1500. الغربية كانت حوالي 700 نفر. أها. طيب يعني المسافة بين السوافير أبو 500-400 كيلو، 400 متر بس. بين بعض. بس عظيم. والمدرسة واحدة. أها. طيب لأي مدينة تتبع قرية السوافير الشمالية؟ كنا لقدر رملة. قدر رملة. نعم. نعم. وبعدين حولونا على غزة، وبعد غزة رجعونا على المجدل. طب غزة بأي اتجاه؟ بعيدة عن 25 كيلو. حوالي 25 كيلو. نعم. بأي اتجاه؟ في القبلة. قبلة ولا قبلة غرب يعني؟ قبلة لغرب شوي. مش كثير. طيب والرملة كم بعيدة عنكم؟ والله يمكن 15 كيلو بس. الرملة أقرب لكم من كثير. كثيرة. ويافا أقرب كمان. نعم. لأنه كان سوقنا يافا. نعم. المجدل قديش بعيدة عنكم المجدل؟ والله يعني أبو 10 كيلو. بس انت حسب يعني وعيك على الحياة كانت تابع على غزة. عصري انا على غزة. على غزة. نعم. طيب بتقدر تعطينا صورة عن طبوغرافيا القرية، يعني عليش وقعت القرية؟ كيف يعني؟ يعني واقع على التلة على بوادي؟ لا. نعم. سهل؟ والله سهل تلك. سهل سهل. ابدا. كيف تركتوا هذا السهل؟ حمراء بيضاء؟ والله سكنين. سكنية؟ نعم. نعم. الأرض عطني بقول عليها. طيب العمار نفسها بس. عمار القرية، بيوت القرية جاية في السهل؟ كله في السهل. اها. طيب عمي ما فيش عندنا جبال بالمرة. ولا جبل عندنا. طيب في وديان حواليكم؟ نعم. شو كان في وديان حواليكم؟ وادي اسمه بقينا نسميه وادي الجلالية،
وادي الدراس. وادي الجلدية؟ نعم، وادي الدراس. وادي بيت دراس. بيت دراس. مش بيت راس. بيت دراس. نعم. طب هذا وادي الجلدية من وين جاي؟ من أي جهة لأي جهة؟ من بيت دراس من ناحية سدود، ومن يبنى وبيطلع على سدود، ومن سدود على بيت دراس وبيجي على بلدنا وبنفت. نعم. بيجي على الخليل وبيطلع على هذه الوادي. أيوه. هنا. طيب هذا يعني أنا قصدي بالاتجاهات من أي جهة جاي؟ من الغرب من الشرق؟ لا، من الشمال للغرب. من الشمال؟ للغرب. بيجي هو طلع كيف؟ بيجي هيك زي هيك بعاود هيك وبعاود بيرجع هيك. أها. طيب هذا واسع الوادي؟ أه والله واسع. تقريبا على كم متر؟ والله يمكن أبو 40 متر 50 متر. الوادي؟ أه. طيب وعمقه؟ غميق. غميق. والله يمكن 30 متر سقوطه. يعني اللي بقع فيه بروح. جريان المية في صيف شتاء ولا بس في الشتاء؟ لا بس شتوي، بس الشتاء فقط. طيب الوادي الثاني، الوادي بيت دراس، ما هو نفسه بيلتقي الاثنين مع بعض. اها. بيلقى واحد اثنين. طيب انتم بسموه ايش؟ هذاك وادي بيت دراس وهذا وادي الجلدية، لأنه ليش؟ نعم. بيطلع من الجلدية وبيطلع من الخليل بشرع. طيب هذا الوادي يعني بيقسم بلدكم من النص ولا جاي على طرف؟ على طرف. أي طرف من أطراف القرية؟ قبلة. من قبلة الجلدية. نعم. طيب حجي بدنا نحدد بيت، نحدد السوافير الشمالي. ها. من الشمال شو بحد السوافير؟ الشمال بالبطانه. اسمها البطارنه؟ البطانه. 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 نعم. مش واحده حتى، اثنتين. البطانه هذه قريه. ايوه، والبطانه الشرقي والبطانه الغربي. نعم. هذول منا وشمال. منكو شمال؟ نعم. طيب. منكو وجنوب عمي؟ جنوب يعني جنوب القرية. جنوب القرية هي تيجي سخي الشرقية وبعدين تيجي على على في نسير. نعم. في حتى وفي كرتية وفي فلوجي. هذا كله من الجنوب. نعم. طيب الشرق عمي؟ الشرق القسطينة والمسمية. القسطينة؟ آه. والمسمية؟ نعم، والمسمية كبيرة وصغيرة. نعم. طيب الغرب عمي؟ الغرب بيت دراس. بيت دراس. وسدود. وسدود. نعم. وحمام برضه. نعم. ومنا ولا شويه هيك يعني من حمام ولا جاي في بلد اسمها جولس. جولس؟ اه كانت تسمع فيها جولس. نعم. هاي اللي منا فوق اللي قبل الغرب اللي قبل. طيب عمي البطاني هاي. البطاني؟ اه قديش قريب بعيد عنكم؟ والله بدك تقول يمكن كيلو او كيلو ونص بس. اها. كل القرى هذه قريبة على بعضها. والقسطينة قديش بعيد عنكم؟ برضه نفس الطريقة. حوالي كيلو؟ أو كيلو ونص تقريبا. نعم. لأنه في كم إنجليز كان بينه وبينه. أها. كان في معسكر الجيش البريطاني. بدنا نسأل عنه عمي. بينه طيب بينه. بيت دراس كم بعيد عنكم للغرب؟ والله يعني حوالي 600 متر بس. أها. والسوافير الشرقية بعيدة عنكم حوالي؟ لا 400 متر 500 كيلو بس. بس. يعني وأقل حتى. أها. والغربي نفسه. نفس الشيء. نفس الطريق. بس هاي من اسفلته هيك، هاي من اسفلته لزاي. ممتاز. طيب شو اسفلت يافا غزة. نعم. طيب عمي شو كان في مستعمرات لليهود كان؟ هي تعبية، كمبانية تعبية. تعبية؟ ها؟ في أرض القرية كانت؟ حد. بينه وبينهم طريق بس. لمين الأرض اللي كانت عليها تعبية؟ والله على ذمة الرمال وهذا المشوات في زمان باعوها هاي. طيب عمي التعبية هاي كان كبيرة كبيرة والله. كبيرة ها؟ كبيرة والله كبيرة. تتذكر يعني هي بعرفها بالحرب. طيب بأي جهة من القرية التعبية؟ هي منه شمال شوية. منكو شمال؟ بتيجي تطلع هاي الكبانية. نعم. وهي البطانة وهي السوافير. اها. بينه وبين البطانة بتيجي. طيب حدة قسطينة بالشرق. اها. نعم. طيب كيف كانت العلاقة بينك وبين أهل التعبية؟ والله ما عادي. في مشاكل كان بينكم؟ لا فيش. ولا صار يعني أي خلاف على قضايا زراعة على قضايا؟ بغير الآن تكافل معهم وتخدر معنا ونصلح ويقضى عشاير سوهم. مختار إيه المختار هم؟ تتذكر شو اسمه المختار؟ أبو داود. بس أبو داود عارفه؟ أه بعرف أبو داود بس. لا. بتعرف حدا غير أبو داود؟ حد يعني تتذكر اسم حدا؟ لا في واحد اسمه غزال كان من مطور كوبانية. هذا يهودي؟ يهودي أه. هذا كان على الفرس. نعم. بس. طيب بشكل عام كانت العلاقة بينكم وبينهم ودية، ما في عداء؟ لا 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 لا، هم جيراننا.
نعم. ومحددونه في الارض. طب كان في تعاون زراعي بينك وبينهم؟ لا. طب الحاله ولا بالتجاره؟ لا ولا بالتجاره ولا في حاجه. نعم. بس كنا احنا بعض الفئات يعني. نعم. يشتري من عندهم اجور ويشتري من عندهم بقع. يعني هي تجاره بينك وبينهم؟ في مواد يعني ما فيش، يعني واحد كثر واحد في الشارع بيجوا على المختار في البلد. نعم. وبتقاضوا وبيصلحوا مع بعض بروح، زي ما بتقاضوا هذا. اليهود الاصليين هم مفروض كانوا مساهمين في البلد. نعم. اليهود المسكين اللي جنوا من برا هذول. هم العاطلين، هم اليهود الفلسطينيين احسن منهم. عظيم. لان انا مره روحت هناك رحت البلد. بسال يهودي بقول والله حياتي حبيبي انت احسن منه، بقول ليش؟ قال لي بصير في عندك بس انا باخذ كرت بروح اخذ من المطعم. كل المصريين والارض ما لم يجوا لحد. هذا الكلام ايمتى حجي؟ هذا الكلام يمكن تقريبا في الثمانين. يعني انت رحت زرت غاز يعني. طيب. بدي اسال عن الطرق المعبده، حضرتك حدثت عن انه في طريق معبد. في الاسفلت. الزيات. هذا معبد. وين هذا جاي؟ من اي جهه من القريه؟ من لولا قبله. قبله؟ نعم، بينه وبين السوفريات. هذا بيجي بين السوفريات ثلاث. نعم. غزة يافا مباشرة، وسكة حديد كمان قطر. وسكة حديد؟ نعم جنب. طيب كان في محطة لسكة الحديد؟ وين؟ محطة قطار، كان في القرية؟ من يافا لغزة، بس محطة في يافا وحطة في غزة. يعني في هذه القرى اللي أنت لا فيش فيها. ما فيها. لا فيش محطات. طيب هذا الطريق المعبد تقريبا بعيد عنكم يعني حوالي 100 متر 200 متر؟ يعني زي هيك بس. وكان يشتغل عليه باص ولا باصات؟ شركة بامية كانت. شو اسمها؟ شركة بامية. بامية؟ نعم. تتذكر مين صاحبها؟ من بيت بامية هو يعني؟ من دار بامية من غزة. طب تتذكر مين كان يسوق على الباص اللي كان؟ والله ما بتذكر. ما تتذكر. طيب بس شركة بامية كان؟ هذا انا بسمع هيك وبس. طيب اليهود كان عندهم شركة باصات؟ مين؟ اليهود؟ والله انا ما بتدخلش معهم، ما بعرفش عن اليهود. طيب ما في الا هذا الطريق معبده؟ لا بس مش غير. طيب الطرق اللي كانت تربط بينك وبين القرى الاخرى؟ الطريق العربيه عادية زي ترابيه زي اللي جيت منها. طيب بالرغم انه في سكه حديد بالقرب من القريه، السكه وين جايه تقريبا؟ باي جهه؟ من نفس جنب الاسفل. جنب الاسفل. طيب بالرغم انه في سكه حديد بس ما كنتوا تستفيدوا من القطر؟ لا. من القطار؟ لا احنا بنلزم الناس اصلا. نعم. لانه بيننا وبين يافا كانوا بشيلوا بالباص. بشيلن؟ نعم. طيب ايش ممتاز يعني. قريب ما عليهم. طب تتذكر الباص شو نوعه اللي كان؟ زي الباصات هذول يعني يا زلمه. مرسيدس مثلا؟ في مرسيدس وفي شفرليت وفي الترنش وفي في سيارات بلاد كانت. طب في شحن كان حجي؟ في شحن الترنش وشفرليت كان. انترنش وشفرليت؟ طب هذا الشحن لمين كان؟ لبعض الناس اللي عندهم اهل السوافير. كان في حد عندهم شحن؟ واحد. شو اسمه؟ شو اسمه صاحب الشحن؟ اسمه عبد الوهاب. عبد الوهاب ايش؟ اسماعيل. من نفس عيلتك؟ نعم. اوعى تغاوز بس مع عيلتك حد. لا لا لا. في حد ثاني كان عنده شحن؟ لا لا لا. كان يستعمل الخيل والبغال والمجوز هذه. نعم. يعني بغلين من على الرباعي. نعم. ويحملوا فيها نروح، بقينا نروح عيافه برضه نحمل في شو اسمه؟ الزيارة كبيرة يعني. نعم. للخضرة يعني مش نودي عيال. بيع خضرة ونروح. هي السيارة الوحيدة كانت. نعم. طيب في سيارات صغيرة؟ لا 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 وين فيش ولا سيارة فيه. طيب التنقل بين القرى كان على الدوار؟ على الخيل. ممتاز. الأمير على الخيل. طيب عمي بدنا نحكي عن عائلات سوافير الشمالي. فقط عائلات سوافير الشمالي. بدناش نحكي عن سوفير الغربي او سوفير. تتذكر العائلات اللي موجوده في القريه؟ تفضل احكي لنا عنهم. دار اسماعيل اللي هي عائله. اسماعيل. دار ناجي. ناجي. ودار رباح. ودار عبد الجواد. بس. اربع عائلات؟ طيب اسماعيل مين كان مختارهم او وجههم؟ مختار محمود اسماعيل. محمود اسماعيل. نعم. طيب هذا الاولاد والثاني ابنه كان بهجات بعد ما بهجات. انت لحقت محمود اسماعيل؟ ولحقت محمود اسماعيل. ولحقت بهجات. نعم. طيب ناجي مين كان وجه؟ احنا واحنا عليهم. بس
اسماعيل مختار على رمادي وعلى اسماعيل. طب هذا محمود اسماعيل وبهجات كانوا مخاتير؟ ابوه ما هو هذا كان مختار، توفى ابوه وطاح مطرح. مختار وجه؟ مختار وجه قاضي وكمان. طب دار وقاضي كمان؟ نعم. قاضي عشائري؟ اي نعم. وفهمان يعني بشكل صحيح. نعم. طب ناجي ما لهم وجه؟ لا احنا وجههم. نفس الوجه؟ حتى لا. طب رباح مين كان؟ عوض الله. عوض الله. نعم. اسمه عوض الله؟ عوض الله رباح. طب عبد الجواد؟ عبد الجواد تبع الرباح. تبع الرباح، يعني عيلتين بعيلتين؟ نعم. طب كان في شيء اسمه مصاروة وشيء فلاحين؟ فيش الا عائلة واحدة. اللي هي؟ دار حسين الشيخ علي هيهم في النزهة. حسين الشيخ علي؟ اه في النزهة. ليش ما ذكرتهم يا حاج هذول؟ طب مين كان وجههم هذول حسين الشيخ علي؟ معانا. معاكم انت؟ طيب مختار واحد كان في القرية. قريه. مين مختار ثاني؟ صار عوض الله، عوض الله في القرية. عوض الله مختار برضه؟ ها. مش وجه بس مختار. لا مختار. طيب حجي كان في مرة. بعده واجه ابنه شاكر. شاكر. صار مختار الأخير. نعم. قبل اللجوء صار شاكر برضه؟ قبل شيخ في البلد. طيب. نعم. هذول ماتوا في البلاد. طيب عمي كان في دواوين في القرية؟ ها. مضافات يعني؟ ها. لمين كانت المضافات؟ لا دار اسماعيل. وعبد الجواد و هذول عند رباح، بس الاعتماد عند اسماعيل، لأن أكبر حمولة. كانت أكبر حمولة، كان هم الوحيدين عندهم ديوان. آه، هذا الديوان خاص فيك ولحالك ولا خاص في القرية؟ اللي بيجي الناس من برا، اللي بيجي من برا من قبل ومن شمال. نعم. وفي ناس من الشندر بتقبل، بس رايح يقعد يقعد في بنام. طب شو كنتوا تقدموا لهم في هذا؟ يعني وعشا وأكل وشرب. ويناموا فيها؟ ويناموا فيها، في لحم وفرشات ومخدات كل شيء جاهز هذا الناس اللي من برا. طيب وبرضه يسهروا فيها الختيارية كانوا؟ بس تعللوا ولا تتعلل. نعم. طيب دار رباح عوض الله رباح كان برضو عنده مضافة؟ عنده مضافة لحاله نفس ال نفس البرنامج. نعم. طيب عمي كان في يعني غير الديوان كان في ساحة عامة مثلا؟ قدام البلد هنا ساحة كبيرة تقعد فيها الناس، تقعد فيها تستامر كذا، تستامر تخرفوا أول عز في نفس الساحة. طيب ممتاز. طيب بدنا نحكي عمي عن المدارس أو الحالة التعليمية في السوافير الشمالي. أنا ما قلت لك، أنا أحد ما قلت ليش أنت لحد الآن؟ قلت لك احنا برا هذا قبل التصوير. ها طلع في مدرسة واحدة. مدرسة واحدة؟ نعم. وين موقعها هاي المدرسة؟ هاي بالنص في نص القرية. بين لا استنى علي، هاي السوافير الشرقية، هاي الغربية وهي الشمالية وهي المدرسة. يعني هذه المدرسة جاية بين السوافير الثلاثة؟ نعم، والثلاثة بيقروا فيها. ممتاز. نعم، بس في صغيرة. طيب حتى الآن أسست البينات فيها. طيب هذه المدرسة يعني جاية جنوب السوافير الشمالية؟ الشمال. جنوب؟ قبل. قبلتكم؟ قبل في النص بس. عظيم. نعم. طيب بتتذكر المدرسة من ايش مكونة كانت؟ كم صف فيها؟ كم؟ فيها أربع صفوف، في خمس صفوف يعني بس. مش كبيرة بس. حضرتك درست فيها؟ سنة قعدت فيها. أي سنة تقريبا حجي؟ هذا تقريبا في الأربعينات. بداية الأربعينات؟ نعم. طيب من ايش مبنية المدرسة حجي؟ حجر. حجر. حجر أحمر. نعم. بناها نظيف نظيف. نعم. طيب فيها كان حمامات منافع؟ نعم. وجنينة فيها. وجنينة فيها؟ نعم. طيب وبوابة لها. وبوابة لها؟ نعم. وملعب فيها؟ وملعب فيها. طيب حنفيات مثلا؟ حنفيات ومي وكل شيء. أما كهرباء لا. نعم. لا فيش بلا دخل كهرباء. أنت حضرتك درست فيها؟ نعم. لا يصف كنت بس للصف الأول؟ بس. هي كانت لا يصف بتدرس؟ للرابع أول. للرابع؟ نعم. طيب والبنات كانوا يدرسوا فيها ولا ما كانوا؟ بنات. ممنوع كانت ولا البنات تقرا بالمرة. طيب تتذكر مين كان المدرسين اللي كان درسوكم؟ والله انا بعرف عاد اسم الشيخ محمود بس واحد ثاني؟ هو اللي وكان مدرس واحد ولا اكثر؟ بس اثنين، واحد والثاني والله نسيت اسمه. بس في واحد اسمه الشيخ محمود. بس. من اي قريه الشيخ محمود؟ من السوافير الشرقيه. من السوافير الشرقيه؟ نعم. طيب ليش ما عندكم مدرس انتم؟
عندنا بس هم حطوا هذا احنا فهمان الزلمه. فهمان. طب تعرف وين هذا دارس المدرس؟ مين هو؟ تعلم في مصر. تعلم في مصر؟ نعم في الازهر. الشيخ ازهري يعني؟ نعم. طيب طول الوقت هذا المدرس يدرس في المدرسة؟ هو من الساعة 2 عمره كله. يعني قصدي أنا ما تغير؟ لا ما تغيرش ولا لما خلصت. طيب مين كان يصف على المدرسة؟ المدرسة؟ يلمون من البلد، من البلد الثاني والثالث يلمون. المعارف ما كان لها دور في الم... لا 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 فش. حتى لما طلعتوا كان معارف؟ مش ولا حاجة، كله من الناس بتلم بصراحة. شو كان يدفع الطالب؟ تقريبا والله ما يدفعش من فلسش. على الهمة ولا يعني في يعني خفيف على الخفيف. اها يعني المصاري كان قليل المصير هذيك الايام مش كثيره. طيب الجنينه هاي اللي كانت في المدرسه شو المقصود فيها الجنينه يعني؟ ورد وشكل وفيها كلمنتين مزروعه فيها وبرتقال مشكل يعني من ورد ومن حمضيات. طيب كانوا علموا الزراعه؟ علموا الزراعه في نفس الله. طيب شو المواد الاخرى اللي كانوا علموها عمي؟ اي بس والله ما بعرف الزراعه بس. بس لا لا مش بالجنينه في المدرسه. كانوا علموكوا دين حساب عربي وانجليزي وعربي وكل شيء وانجليزي كمان؟ واللي كان درسكم انجليزي نفسه الشيخ محمد؟ نعم نعم نعم. طيب كان في طابور صباحي؟ كنتوا تنشدوا في هذا الطابور حجي؟ شو كنتوا تنشدوا؟ تتذكر؟ بعدين نشد على فلسطين بس. حد على الجزائر نشدتوا؟ لا بعدين نشد على بلدنا بس. طيب تتذكر مين كان معك في الصف حجي؟ من يعني ابناء صفك زملائك؟ والله في واحد اسمه سعيد ابراهيم عبد الرحيم اسماعيل معي. سعيد؟ ابراهيم عبد الرحيم هذا من نفس عيلتك؟ نعم. طيب وغيره؟ وطالب ابن عمي اللي برضه طالب احمد اسماعيل اسمه طالب؟ نعم. من السوافير الشرقية ما لك معارف؟ لا 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 كل واحد في صف رحاله. اها في معي بس ما اختلفت في بعض كثير. طيب ليش خلينا من الاستاذ يتعرف على بعضنا بالمره؟ ليش؟ لا هيك كل واحد يقرا بده يقرا بده شو يقرا هيك. طيب عظيم. ايوه هذا العتيق. طيب زملائك سعيد وطالب ما زالوا على قيد الحياه؟ لا والله واحد منهم توفى في مدفون عندي هذا اجى في سكان مصر الله يرحمه وكان في البوليس الشرطه بايام البلاد. طيب والثاني مين؟ الثاني شو طيب ولا؟ والله هذا في السعوديه. في السعودية؟ نعم. تتواصل معه حجي؟ والله مش كثير، قليل. قليل؟ نعم. بس أخوه بيجي علي. أخوه؟ نعم. برضه في السعودية. طب عمي لما كان واحد بده يكمل الدراسة من أهل القرية، من طلاب القرية، وين يروح؟ بعد الرابع ابتدائي؟ على المقر يستحق المقر. ما في حدا كمل دراسته؟ فيش، للرابع بس. أبداً. واحد ختم وخلص مع السلامة. عن الزراعة والفلاحة والبلاعة وهذا الشغل. طيب عم بدنا نحكي عن المساجد. واحد ولا اثنين؟ واحد. شايفك انك عملت اثنين هيك. لا والله طيب وين كان المسجد؟ في اي موقع من القريه؟ جنب على جنب شفت هاي الساحه هاي بالبلد قدام البلد. باي جهه عمي من البلد؟ من البلد الشرقي. شرقي؟ نعم. هذا المسجد للسوافير الشمالية حاسه بس. طيب يعني كبير هذا المسجد ولا؟ لا بس علي بيصلوا كويس يعني مش بخاف والله بتذكر دون ذكرك على هيك. طيب يعني كم يسع؟ انا ما بعرف قديش بيسع. والله بده يسع 70 80 بني ادم. طيب بدي الحجر حجر؟ نعم. وشو كمان ما يعني كان في مرافق اخرى؟ كان في مثلا حمامات ومغاسل و في الجامعات؟ نعم بس. ميدانة كان له ميدانة؟ اها. ال والخطيب كان اسمه الشيخ محمود بروز. نفسه ها؟ لا غيره واحد ثاني. واحد ثاني، الشيخ محمود ايش اسمه؟ من فلوجة. من فلوجة؟ مش بلدنا من فلوجة. نعم. زلمة فقير وحالته المادية شوي ضعيفة. أجى سكن في بلدنا وصار يأم في الناس ووقف. حتى عطيله اللي تعطيه كمان. طيب وكان يأخذ يعني؟ ما رضي يعطيه شهري من بلده. من البلد بلموا له؟ أبدا. كان هو مؤذن وخطيب ولا؟ الجميع. طب كان في كهرباء عندكم في الجامعة؟ لا 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 ما في. لا لا لا. طب ولما كان فانوس كان من هذا الجازي. نعم. في نظام جوا. طب لما كان بده يؤذن يطلع فوق الجامعة ولا؟ كان يطلع الجامعة فوق. في درج يعني كان؟
طب تتذكر مش عالي كثير وسط يعني. تتذكر شو كان مفروش الجامع؟ حصد. حصد؟ نعم. طيب اللي كان يصف على الجامع برضو اهل القرية؟ البلد كله. طب عمي في كان في القرية مقامات لأولياء صالحين؟ في. لمين؟ في الشيخ عبد الله. مقام اسمه مقام الشيخ عبد الله؟ نعم. وين جاي هذا؟ جاي من البلد الغربة شوية. من البلد؟ البلد هو. بس في الجهة الغرب. الجهة الغربية. عظيم. نعم الشيخ عبد الله. اسمه مقام الشيخ عبد الله. نعم. في مقام في مقامات أخرى؟ لا بس هو. طب هذا الشيخ عبد الله شو يعني؟ قاعدين عند رجال 40 عم يشوفون. رجال ايش؟ 40. شو يعني رجال 40؟ بيقول شو حي 40 بيشوفوه. ما بتتذكر ايش يقول 40؟ حي 40 هذا بيقول هم العشرة هذول. 40 ما بعرف شنو. هيك بدك تسمع من قريب خلص. طب هذا يعني ال 40 اولياء يعني هذول ناس. طب كان لهم مكان معين يعني؟ مقصودين يعني هي مقبرهم جنب من هالحال. يعني في 40 قبر بحد بعض؟ بحد بعض. طيب كنتوا يعني تديروا بالكم على المقابر؟ ما فيش حافظ 100%. على المقامات؟ او على المقابر على كرسي. طيب الشيخ عبد الله شو يعني شو موضوع الشيخ عبد الله؟ ولي بيقولوا عنه ولي. هو من اهل القريه مثلا ولا؟ والله ما بعرف، اما هو من خلقت انا بلدي والمقبره له مقام وكل شيء، وبيقولوا حضروا حطوا له شمعات ومش عارف ايش. كنت تستخدموا الشمع عنده؟ طيب حلفان اليمين كانت تم في هذا المقام ولا لا؟ ما فيه مشكلة يعني؟ ما فيش شيء منها تعلم. طب كان في حدا يعني يحط امانات شغلات زي هيك عند المقام؟ لا لا فيش، بس بقوا يكسوا الناس ويجوا يضربوا بس. شو يكسوا عمي؟ قماش اخضر. قماش اخضر؟ نعم. طب كان في عليه غرفة هو ولا؟ غرفة. غرفة زائد القبر جوا. والباب والباب غرفة الباب. طب في حدا يعني محدد كان يخدم على هذا المقام؟ الكل بقى يخدم. الكل كان يخدم. بيروح عليه بخدم، لقي حاجة فيها بده يسويها. طيب يعني القرى المحيطة السوافير الأخرى مثلا والقرى الثانية. لا كان يجوا يزوروه؟ في كثير بيجوا يزوروه. من المكان كان يجوا. يتبركوا فيه يعني. طيب عمي كان في هناك ناس أصحاب فريقة في القرية؟ درويش يعني؟ نعم. مين كان؟ أبوي كان. الله يرحمه. تتذكر شو كان يعملوا اصحاب الطريقه؟ والله بقى يسوي حضره وطبل جاي وزم جاي. مو احنا هاي بدنا نفهمها بالضبط كيف هنا يعني. اذا انت متذكرها يعني اللي هو هنا انا عملت انا عملت هون كمان؟ يعني لو طلبنا منك تعمل لنا حضره بتعمل معنا. طيب ممتاز. طب شو كانوا يعني شو كانوا يرتلوا مثلا؟ شو برديه القران وحاجه زي هيك يطبل ويشوي يعني في الدين. الله حي لا اله الا الله الله اكبر. طب هذه تعتبروها انتم زاويه؟ كان والدك عنده زاويه مثلا؟ زاويه. مجتمع درويش كله يجي من القزاز. من القزاز؟ كان يجي من القزاز. درجة في دار نويه عندك كان يجي عندنا. دار نويه من القزاز نعم. كان يجي عندنا درويش. طيب في حدا غير والدك كان مهتم في الطرق الصوفيه ولا؟ لا لا بس ابوي بس والده بس لانه كان متابع للشيخ محمود المشلح في البطن الغربي. نعم هذا زلمه صالح وكويس يعني ممكن كان يحكم الناس ويروق وطيبه يعني. اي نعم حتى حكم اليهود واجوا نسفوا مقامه ورجعوا له مره نسفوا وشيخوا عليه اللي بقى. هذا اللي هو اللي هو الشيخ محمود المشلح. الشيخ محمود هو ابوي تابع له. نعم. طيب دق العدة والريات والريات موجود. مين كان كلنا بقى نحمل الريات كل اهل القريه. والله كنا والله اخوي هذا وقف في الخدم في وقت ابو هشام. ابو هشام نعم هو والله حتى ظل مخلوج من الهواء وقف الريات طرف فيه حجه من ثقيله. ثقيله الرايه وصور وطارت فيه هذه وقف الخدم المسكين وخرج. الله يرحمه. والله ما تنجح. طيب هو مشكلة ما تروح ابو رشيدك. تتذكر شو لون الاعلام اللي كانوا يرفعوها بارد؟ كله خضراء. لا في لون اخضر وابيض. اخضر وابيض. نعم. شك في هيك وشك في هيك بس رايه كبيره.
ديني صغير رايك ما تفكرش اللغه مكتوب عليها شيء ولا كانت لا اله الا الله لا اله الا الله طيب بتتذكر شو كانوا رتلوا مثلا شو كانوا ينشدوا؟ والله يعني مش كثير مش كثير؟ لا طيب بدك انت تعمل الصوت عشان تعلي لنا اياه عشان ما يكون واصل ان شاء الله طيب عمي احنا بدنا نحكي عن موضوع اخر عن الوضع الصحي للقريه نعم كان في مركز صحي او عياده صحيه في القريه؟ لا ما كان لا كان واحد يهودي الماني يتحكم عنده يهودي الماني الماني اسمه دهود اسمه كان على الفرس بيجي يحكمنا في المركز يهودي الماني اسمه نعم. دهود نعم هو قال بتسوي زي انك شفت بتاعت اصل شو هذول بتسوي نعم زيها بالضبط اها وبروح نتحكم عنده والله شاطر طيب ما تحكيش ولا كلمه انا بفهم انا دكتور لازم افهم كل شيء كان يجيكوا على فرس يقعد في هالبركيه؟ في الشق على الحاره على الدوار طيب وبس يخلص علاج تفترضنا انه واحد يعني مرض وهو مش موجود بنودي على الكوبانيه اي كوبانيه؟ هي تعبية اللي عندها تعبية هو فتح طريق برا برا الكوبانيه هو طيب عم الكوبانيه الثانيه او الكامب المعسكر البريطاني اه كامب القسطينه شو اسمه؟ كامب القسطينه كامب القسطينه طيب كانوا كله انجليز هذا؟ اه انجليز حتى ما انجليز طيب كنتوا تودوا حدا اذا مرض عليه؟ لا الانجليز لا الانجليز ما كنتوا تودوا؟ لا لا بس كنتوا تودوا على تعبية بس طيب اذا كان محتاج لمستشفى عم هذا الدكتور هذا كان حكم في السبع وحكم في منطقة غزة كلها يعني هو كان فرار؟ فرار على الخيل على فرس اها طيب تعبية كان فيها مركز صحي او عيادة؟ لا هو نفسه بس هو اه بس طيب افترضنا احتجتوا لمستشفى وين بتودوه؟ بودي على غزة على غزة او عياد او عياد طيب حضرتك او حدا من افراد عيلتك راح على المستشفى في غزة؟ في غزة؟ مين راح مثل يعني والدك انت؟ انا رحت وعيالي هذا راح على المستشفى لا مستشفى عيالك زوجتك كانت اه زوجتي نعم حكمت سويت عملية انت زوجت قبل ال لا بعد الفجر احنا بنحكي عن قبل اللجوء لا ما فيش واحد راح على غزه ولا تحكم موضوع الناس بعد الحج بقي الشواش نعم ما حدش بقي الشواش بقي يقع شوي وسوي له برا شيء مكبات شيء مرمري واللي احتاج ضروري الدكتور موجود قريب علينا طيب كنتوا الطب العربي كان له يعني مش كثير الطب العربي مش كثير الميرمية والاعشاب بس هاي بس زحيم اللي بفهم وجهه طيب ما كانش المرض الزحيم منتشر طيب. ولا في كان جلطات ولا في كان شغلات زهاري نعم ابدا يعني كان يموت الدرب عمره 120 سنه يقعد يصوتوا عليه يقول له ليش مات؟ طيب ما هو 120 سنه معين يزعل سكر البلد اربع اشهر فلان مات الان بيمشي وهو ماشي وقت واحد نعم ما كانش في مرض زهاري في فلسطين ما كانش في مرض هذا فيش مرض بسيط طيب عمي كاسات هواء كانوا يعملوا؟ اه مين كان يعمل كاسات هواء؟ في اي كنت تعمل هذا كانت في هذيك الايام تعملها؟ لا جدتي بدك تعملها مين؟ جدتي جدتك شو اسمها جدتك؟ عايشة عايشة ام ابوي ام ابوك نعم طيب وكانت داية في نفس الوقت وهي الداية؟ نعم في دايات غيرها طيب؟ احنا تنتين واحد وخيسها واحد اسمها فاطمة الثانية شو اسمها فاطمة ايش؟ فاطمة عوض الله فاطمة عوض الله طيب التجبير كان حدا يجبر؟ لا كان واحد في الشرقية الغربية يجبر السفير الغربية؟ تتذكر اسمه؟ اسمه الشيخ عبد الله الشيخ عبد الله ايش؟ والله يعني من عارف الشيخ عبد الله بقول طيب الكوي كان منتشر في هذاك الايام؟ والله قليل قليل؟ قليل طيب عمي مطهر كان في مطهر في القرية؟ لا جينا من برا من وين؟ من الفروجي من رملة من الدد من ياسا طيب لما يجي يعني مطهر بطهر لمجموعة أطفال ولا؟ لا بيجي 10 أطفال 15 نفر بطهروا بروح اها لا بس كان طول صعب طول صعب ليش؟ الشاطرين اه هذا الشمريكي قديش عمرك لما طهروه؟ والله بقى عمري حوالي 8 سنين آه متأخر عليك الحج كاين لا والله كنا مع بعض طهرنا قديش واحد طهرته لما؟ سبعة ثمانية
طب سووا لكم حفله لما طلعتوا؟ ايش حفله؟ تعليله بالليل؟ لا مش تعليله، عملنا اكل وشرب. شو تعملوا اكل للفطور؟ مفتول لحم بيخني. لا ممتاز. ترع ويخطي وبندور وكسي. تفضل اشرب شيخ. طب نحكي عن المية حجي. عندنا مية متوفرة. متوفرة وبتكبوا على جيرانكم بعد؟ أبدا، مية متوفرة بشكل. طب كيف يعني كيف متوفرة؟ نعمل سبيل للناس رايحوا يشربوا منها. ونعمل شو عن سبيل يا حجي؟ يعني هذه لله. لله. للرايح والجاي. عظيم. طب السجرة عندها مزير وبالمجزة هذا بياخذوا على طول، بياخذوا الجبل كتبوه وبياخذوا الكيلة بتاعت المية. يعني عمي ما كان عندكم شبكة مياه مثلا؟ لا في الدور؟ مواسير؟ لا لا لا، كلها البيارة تحت البلد، البيارة هذا هاي البيارة هذا البيارة هذا كل بي حوالي مملي في الجرار. طيب الآبار كان عندكم آبار ارتوازية ولا ولا نبع ولا؟ لا لا ارتوازية. ارتوازية؟ لمين هاي الآبار كانت؟ في نوع، عندنا 40 بيارة في البلد، احنا عندنا واحدة. وفي هدير؟ في هدير ومكينة بأربعة ستة إنش بتسحب مية، هاي بتروح مصرف. طيب وبركي وحلفيات على الشارع. نعم. والكل من ملي وروح قريب عند البلد. وين كل الابار موجوده بحد بعض؟ لا البلد حد لما تقول في مش هاي البلد. نعم. هنا بياره وهنا في بياره في الشرق، هذا شرق بياره. كل بياره فيها مي؟ فيها مي ابدا، عشان تسقي البياره وتسقي الناس. تسقي الناس ويزرع خضره ويزرع سجر ولا كله. طيب انا قصدي الابار اللي كانت موجوده كان عليها مثلا خزانات كبيره؟ لا بقى يعمل بكيات شمينتو. شو اسمه؟ جابيه بيقولوا عليها. جابيه بشمينتو. شمينتو تاخذ حوالي 50 متر ميه. اها. والمسكوره بتسلط على الماتور في هذا تصب ميه فيها. وبرا عندنا حنفيات هيك وحوض عشان بلاقيها الغرم تشرب والبقر يشرب. طيب عمي هذه الابار اللي بتحكي عنها في البيارات كل بير له صاحب؟ كل واحد له بير. طب في بير عام للناس للقرية؟ هو البير هذا البلد. في بير خاص للبلد. شو اسمه؟ بير البلد اسمه؟ بير البلد. وين موقعه بالضبط هذا؟ جنب دارنا من هي دارنا هنا ومن القبلة هنا. بأي جهة عمي؟ قبلة. من بلد وقبلة. من بلد وقبلة؟ نعم. عمي أنا بهم الاتجاه وين؟ قبلة. لأني بعرفش بهذيك الأيام وين بيتكم كان. لا أنا بعرف ولا عرفت وين مدمرة. طيب عظيم. طب هذا البير كان حدا مسؤول عنه يشغله؟ في بياري بيشتغل عليه بالاجار. شو اسمه تتذكر؟ اوعى تنسى. لا محمد خليل. من نفس القريه؟ من نفس البلد. من اي عائله؟ من دار حمدان. من دار الرباع. من دار الرباع. اسمه حمدان. طب كنتوا تعطوه اجره مقابل ذلك؟ اجره شهريه. اجره شهريه. من كل اهل القريه؟ طيب الدواب يكون هو عيالك. ايش بالدواب؟ ولا واحد ايش بالدواب بيدفع المي يعني؟ لا الدواب كنتوا تشربوها من نفس هذا البير؟ كله في حوض لها. لها حوض؟ حوض كبير بيجي حوالي 50 متر للغنم والبقر والجمال والخيل والكل. ممتاز. طيب لما انتوا كنتوا بدكم تاخذوا مي للبيوت؟ على الجيران، على الجيران الفخار. نعم. بل النسوة بروح. وكنتوا تخزنوها في البيت في الجيران برا؟ في الجيران هو يومي. في عندكم شيء غير الجرار كنت تخزنها فيها في البيت؟ نعم نستعملها يومي. نعم. ما هي قريبة وما بنستعمل يومي، ما فيش عندنا نظل مخزن اسبوع اسبوعين ثلاث. طازة ظل المي باستمرار. طيب عمي ابار الجمع كانت موجودة في القرية؟ ليش جمع مي شتاء؟ بير جمع، بير جمع كان لا. موجود؟ شتاء على شتاء؟ اها. لا لا. مش لازم. ما كانش مش لازم؟ لا، أنا ما يتجوع. طيب بيرك مي كان موجود عندكم في القرية؟ ليش مش يعني؟ بيرك أثرية، بيرك قديمة، بيرك حديثة؟ لا 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 حديثة ولا أثرية. مش. يعني أنتوا بس الجابية اللي هو واللي تبع الحلال هذا يا عمي زي البيت هذا، شفت البيت هذا كيف؟ نعم. طول البيت هذا حلالات الدب مية لدينا. أي نعم. يدور الماتور ضربت من أول نهاية مثل معلم الأغاني. سلامتك يا حاج. وانا بضرب على المنود شخت الماتور عشان طيب هذول المواتير من وين كنتوا تجيبوها يا حاج؟ من القدس. من القدس؟ من شركة وجنر. وجنر. شركة وجنر؟ قلنا عليهم 1000 ليرة في فلسطين بعد الآن. مش مسامحينهم فيهم؟ اليهود، يهودي ألماني. صاحب وجنر، وجنر ايش؟ مو يهودي. نعم. وجنر، مو يهودي ألماني.
طب هم كانوا يجوا لك في القريه الشركه؟ لا، واحد بيشتغل على الشغل عندنا. مين هو؟ واحد اسمه احمد ابو حطب صدري. شو اسمه؟ محمد ابو حطب. محمد ابو حطب. هذا الصدر هذا كان صدري؟ من اي قريه؟ هذا اصلا من خان يونس، هم بيستخدموا الشباب في تل البطيخ عند الرمل وهذيك المناطق. نعم. هذا كان معلم ركب التربه مع الماتور مع كله ويشغل الخيام ويكون في السلك. وبعدين يروح ويترك. شو اسمه والله حجي؟ محمد ابو حطب. محمد ابو حطب. طيب عمي بدنا نحكي عن موضوع الاناره. كان عندكم كهرباء و مو كهرباء، منو كهرباء؟ عندنا سراجات. سراج؟ ربع كاز لكل سراج حطوا في الوجات في الزاويه هذه. بيضربوا النسوان والله طرز الصوب يقف على السراج. على السراج اللي داخل الشكوك اللي من ضمن الكهرباء. السراج شو هو بالضبط عمي؟ حديد هكذا تنكت هيك. نعم. ولها بنحطوا لها فتيله شريطه بنحط بها كاز. ما استخدمتوش الزيت الحلو لها؟ وفي بحطوا زيت حلو. في ناس كانوا يحطوا زيت حلو؟ في. طيب ليش يعني كانوا يستخدموا زيت حلو؟ كان ارخص مثلا؟ ما هو كل شيء رخيص. كان كل شيء رخيص؟ والله ببلاش. طيب عم استخدمتوا القناديل؟ ايش القناديل؟ قنديل الهواء هذا اللي لا لا الفوانيس؟ الفوانيس لما ترقينا بالفوانيس بدي قبل اللجوء اللي قبل بعد السراج اجى الفانوس. اجى الفانوس؟ ترقينا. طيب نمرة أربعة استخدمتوه؟ شو نمرة أربعة؟ القزاز هذا مش هذا اللي هو البنورة؟ اللمبة؟ أيوة. مش اللمبة اللي لها بتاعت القزاز من تحت ولا أيوة استخدمتوها برضه؟ هذا جت في الآخر. طيب لوكس شمبر استخدمته؟ ما هو هذا لما ترقينا خرب هذا. هذا اخر مرحلة. اخر صرعة يعني. اخر صرعة. طب عمي من وين كنت تشتروا الكاز عمي؟ الكاز من وين كنت تشتروه؟ في تربة الكاز على اسفلت بين يافا وبين غزة. قديش بعيد عن القرية؟ مش بعيد، حوالي نص كيلو يعني. قريب على اسفلت. نعم. كانت البطاط والشاحنه تتزود بالوقود منها. والبلد مناطق كلها تعبى منها. نعم. نعم. وكان واحد معاه طنبر بغلى الله يكرمك، معاه طنبر بيوزع على البلد. كان يعني واحد يوزع كاس على البلد. من نفس قريتكم ولا من؟ لا اجي من برا. تتذكر مين هو اللي كان يجي يوزع؟ والله ما بعرف يا شيخ، لان برا مش معنا. طيب شو كنتوا تستخدموا لل يعني للطبخ وللطهي؟ بوابير ولا بريموش؟ نعم. وبعدين عنار كله. عنار على الحطب؟ حطب. وفي طابور بنساوي خبز طابور. نعم. هذا السنه بنساوي تخبز والجوهر تخبز والنور تخبز. جاهز دائما؟ جاهز هذا. جاهز. طيب لما في الشتاء علاش كنتوا تدفوا عمي؟ كانون حطب بنساوي كانون طينه. ونولى فيها النار وتمام التمام، ندفى وتمام التمام. طيب عمي تتذكر كم دكانه كان في القريه حجي؟ انا والله استنى ابراهيم عبد الرحمن وناصر الربيع اثنتين بس. بس اثنتين؟ بس. لمين الدكان الاولى؟ واحد ابراهيم عبد الرحمن عبد الجلال اسماعيل. ابراهيم عبد الرحمن اسماعيل. اسماعيل. نعم. وواحد ناصر الربيع. محسن؟ ناصر. ناصر الربيع. بس. طب عمي ابراهيم اسماعيل وين كانت دكانته؟ جنب معرفة شفرة. جنبك وين؟ بأي جهة؟ من قبلة، من بلدة قبلة. من جنوب؟ وناصر الرباح؟ برضه في نفس الشارع بس لفوق للغرب. للغرب؟ طب شو كانوا يبيعوا في دكاكينهم؟ قباب وفزدق وحظ حلو ودخان وشاي وسكر. حامضة حلو شو يعني؟ من هذا المغازمان، هذا بتعريف الحب المغازمان. ملبس يعني؟ لا في ملبس برضه. وحلاوة قرعية وحلاوة زي كانوا يجيبونها من سوريا. تمر كانوا يبيعوا تمر؟ والله قليل، بدي عجوة. ما كانش حدا منهم يبيع كاس؟ لا 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 ما بيبيعوش كاس. لأنه في طنبر بيجي بدل كاس قبل الفلوس. ما بيلزمش الكاس كثير. ما كان كافينا الربع للسنة كلها. واو. عظيم. طب عمي مقهى كان فيه؟ لا لا، ايش يعني قهوة قديمة؟ قهوة؟ لا لا، ممنوع ممنوع ابدا، لا ما في. طيب كان عندكم راديو عمي في القرية؟
جانا راديو من الانجليز، جابوا لنا كل مختار، كل مختار جابوا له راديو. يعني كان في راديات اثنين؟ عندنا اثنين في البلد، عند عوض الله وعند اسماعيل. اسماعيل، نعم. طب سمعت علي؟ كنت اتفرج عليه واقول خليه يطلع لورا عشان اشوف مين اللي بيحكي. شو كنت تقول؟ اقول مين اللي بيحكي. شوف ليش وش بسوي جوا ما يطلع يتخرب برا. يعني كنت تستغربون الراديو؟ غريب جدا. طب تتذكر المحطات اللي كانت تبث في هذاك الايام؟ لا والله ما بتذكر. طب شو كانوا يبثوا عمي؟ بدي يغني اغاني بس. اغاني؟ قران كان. ايوه. ولا عمل عبد الوهاب. طيب قران كانوا كان يبثوا. اخبار كانت تسمع عليه؟ مين؟ شو كنت تسمع على اخبار؟ في الاخر هذا صار، في الاخر اخبار، بلاش في اخبار. نعم. كان في الاخر هذا صار. بس غناني و وحرب صار ومش عارف وين ومش عارف ايه. طيب ممتاز. طيب حجي كان ملحن في ملحمه في القريه؟ لحان؟ مين؟ في مين؟ برضه محمد خليل حمدان كان لحان. محمد؟ خليل حمدان كان لحان. محمد خليل حمدان. تدرب اكثر. طيب وين كانت ملحمته؟ ملحمته وين كانت؟ والله هو في البلد من شرق. شرق البلد؟ اي نعم. كان عنده دكانه ولا في بيته يلحم؟ دكانه. دكانه، كان يلحم. دكانتني بقيت اجرها. هذيك الايام كان في حدا ياجر حدا؟ طيب يلا ممتاز. والحلاق وبيجي ويروح يحلق لنا في البلد. طيب الملحمه هاي كان يذبح شو كان يذبح؟ خرفان وعجول؟ عجول. جديات. وجمال. عظيم. طب كان يلحم كل يوم ولا ايام محدده في الاسبوع؟ لا والله بقى دائما اللحم معلق باستمرار. طب كان كنت تشتروا اللحم بالفلوس ولا مقايضه بسلع اخرى؟ لا والله يا عم للبيدر. على البيدر؟ الحلاق على البيدر والنجار على البيدر. اللحام شو كان؟ برضه على البيدر ياخذ حب زي واحد. نعم. طيب الحلاق مين كان هو الحلاق؟ والله الحلاق اخر مره. طيب شو اسمه؟ محمد يوسف. محمد يوسف ايش؟ محمد يوسف خليل جبر عبيد. من نفس القريه ولا من خارج القريه؟ لا والله نفس القريه. وكان عنده دكانه ولا؟ لا والله عنده دكانه بقيت عليه فيها. بقيت عليه بتعريف، وبقيت ياخذ حبه. بتعريفه كمان؟ لا كان تعريف الحلاق. طيب شو كان يستخدم الحلاق عنده؟ ايش زي ايش يعني؟ ماكينه. ماكينات هذول. ايوه. عربيات هذول الماكينات اولانيات. وش اسمه هذا موس كان يستخدم؟ كان عنده كرسي؟ كان عنده عنده مراوح كرسي. كرسي نعم. كرسي بتاع الزمان ترى شي معلم. طب دكانته وين كانت بالضبط عمي؟ والله هذا بالبلد وغرب ساكن. غرب البلد؟ نعم. طب كان يروح على القرى الاخرى يحلق لهم ولا بس القريه يحلق؟ لا كل بلد فيها واحد زي هيك. نعم. طب عمي كان في فران في ال فرانيش هذا؟ ولا بنعرف فرانيش. ما في كل دار فيها طابون. الطابون طب من ايش مكون؟ شو كيف تصنعوه؟ الزلمه بيسووه زي هيك. مش مشكلة عمي احكي لي عنه حكي احسن. مش مشكلة. ببنوه بطينة. نعم. وبحطوه والبلوى بهالقد. نعم. بحطوا فيه حصى من تحت. عظيم. وبعدين بيجيبوا التبن قصر عجنب ولا نار هيك. نعم. وبطفوه بتجمل بصير حامي. تيحنا خالص بحطوا في المسيح بيطلع زي ما بدك وبحطوا فيه درب درب تلحنا تلحنا. نعم. طيب شو كانوا يقودوا هذا الفرن؟ حطب؟ حطب لا حطب وتبن قصر. اها. الخشن مش التبن، في خشن بيطلع. نعم. حطوا على الياز هيك واستخدموا زي حبسنا وهدول بس نحن من جوا. طيب مخلفات الحيوانات اللي تستخدموها؟ للقرف. وللطابون. وللطابون. نعم. كانوا يعملوا دراس هيك يحطوا فوق. نعم. دراس دراس. طبعا عمي حاجة تروح فضل ابدا، كان استغلوا كل شيء. عظيم. كل شيء كان بيستغلوه. جفت الزيتون استخدمتوه عمي؟ ما فيش عندنا زيتون. ما كان في. استغلتوش. طيب كنتوا لما تخبزوا طحين القمح من طحينكم ولا تشتروه مشترى؟ لا فيش مشترى. من قمحكم؟ كله من قمحنا. نعم. بعدين رغيف الخبز القمح تبعنا عارف المرة بتعجب؟ نعم. زي المخبز هيك. مش بكول. وتوفي تشبه ممحات. نعم. فيش مش ليش شيء. نعم. الا الكاز والسمك واللحم بس. وانا باقي من البلد من ارضك.
كل القمح. طبعا استخدمتوا طحين القمح. استخدمتوا ايضا طحين الذره. الذره خلطوا مع الذره. كنتوا تخلطوا؟ نعم وشعير وخلطوا مع الذره. طيب شو سبب يعني كنتوا تخلطوا القمح مع الذره؟ عشان المرة تتعب وهي جاهزة. اها. يعني عرق القمح. عرق القمح. نعم. فبيخلطوا عشان يصير عرق القمح. طيب يعني ما كان يكون هذا نتيجة فقر معين؟ لا لا لا. نعم. لا مش فقر. لأنه في مخزن ذرة، في مخزن دمع، في مخزن كل شيء. في عندنا. في كثير يا الخارج. طب طحين الذرة استخدمتوه لحاله؟ لا. كراديش؟ لا لا لا. بتدخل كثير. كان بصرد. نعم. طب عمي في عندكم كان خياط في القرية؟ أي نعم. آه والله في عندنا. مين هو؟ إبراهيم عبد الله حسن إسماعيل من قرافتي يعني. هذا نفس صاحب الدكان ولا واحد ثاني؟ لا هذا دكان لحاله خياط هذا. شو اسمه؟ إبراهيم عبد الله حسن إسماعيل. هذا قريب يعني. وعلمناه في بشوشة. نعم؟ علمناه في بلد اسمها بشوشة. علمتوه خياط في بلد اسمها بشوشة. في الرملة؟ طيب وين كان دكانته عمي؟ برضه في البلد من شرقة. من شرقة؟ آه. شو كان عنده؟ كان عنده ماكينة خياطة؟ ماكينتين مش ماكينة. ماكينتين؟ نعم. واستمر في هذه المهنة للجوء؟ لما مات الخياط. طيب مات في خانونس. طيب كان عنده أقمشة ولا كنت تشتري أقمشة من حدا ثاني؟ بشتري قماش لحالي. من وين كنت تشتري أقمشة؟ بدا يجيني قماش على كتفه. يعني دواج؟ دواج بلف على البلد كله. تتذكر من هذا الدواج اللي كان يجي؟ والله يا شيخ اني نسيته، بتذكر بس نسيته. والله اني نسيته الزلمه. هو من جلاوي يعني. نجدلاوي؟ اه هو من جلاوي. الاقمشه هاي صناعة وين كنتوا تشتروها؟ من دار الحلبي. من دار الحلبي. تتذكر هاي الاقمشه منين بيجيبوها؟ كان يعمل نور في المجدل، في عنده نور. نور؟ اه بنسجوا بسيس، مجدل ونسجوا كله عنده موال كله. هي البلد الوحيدة اللي تدرس فلسطين اللي بتعمل النول. نعم. طيب عمي كان عندكم نجار؟ لا. غادي نقول النجار من برا. من وين؟ من بندراس، من سدود، من غزة، من شو يعني شو كان يعمل النجار لما كان يجي؟ يبقى كان يعمل اسكك للدواب. شو هو؟ يعمل اسكك شل الحرارة. اسكك اه؟ ويسوي له باب بايك، باب داري. نعم. باب من خزاين ما كانش يعمل؟ لا ما فيش خزاين، ايش هذا؟ خزاين حامل طينه، يعمل الناس. يعمل رفوف بطينه. رفوف بطينه؟ اه. وخواب للحب والطحين برضه طينه. طيب عمي كان في محدده في القريه؟ ايه. محدده؟ لا لا. الحداد من برا مش من برا. طيب من اي بلد كان يجيكم؟ من بلاد من المدن يجي، من يافا، من حيفا، من البلاد هذه البلد. نعم. من هناك المناطق. طيب مين كان يصلح كل يصلح سكه الحراثة عمي؟ واحد نجار. من وين؟ والله من بيت دراس. من بيت دراس؟ والله عارف اسمه بس نسيته. والله نسيته. طيب مين كان يحسم لكم السكه؟ يحسمها؟ هي سنها يعني. اه. هو نفسه. نفسه؟ اه. سلمك السكة كاملة. اها. طيب والسكاكين كان في حدا بجلخها من اهل القرية ولا كان يجيب حدا من برا؟ هو حسيم يا زلمة، مش هو حسيم هذا للبقر، على البقر كان مع الجمال. اه. على الجمل وعلى البقر بحال هو ولا على الخيل. طيب السكة فرد يعني. نعم. حسيم واحد. الجنب هذا للتراكتر تقول عنده. هذا بيختلف عن هذا. فيش خير فلسطين، كان بس زمن للدواء. نعم. الحراث كله على الدواء. لا أنا قصدي اللي يحسمها. ما هو بعد خيام مسلول جاهز. وإذا احتاج ما بصير فيه تلف مثلا أو. لا بالضبط والله بقعد 20 سنة. ما هربش. طب عمي مين كان يجلخ السكاكين؟ السكاكين الدواء؟ نعم.
ما كان يجيكم مجلف من برا؟ اي بقى نور يدور نور؟ اه بقى نور على البلد سنور. طيب الخيل كان في حدا متخصص في برضه النور بقى حضرنا اياه وشب الخيل برضه نفسه؟ وشب الخيل ما اظن البراك البراك نعم اه كان ساكنين في البيت حتى تلاقيت معهم انا في الهجر في البيت نعم وشفت وعرفوني اي نعم. طيب عمي معامل معامل بلوك كسرات بلوك ايش ما كان في حواليكم؟ بعد الطينه كله قوالب الطينه انكسر. طيب قوالب الطينه هاي كان في حدا يعني بيعملها ولا كل واحد لحاله بيعملها؟ طيب بسوي له حاله عنده قالب كل شيء بسويه بظهره. طيب عظيم. عم بوابير كان استخدمته زي ما حضرتك في الاخر بس اها طيب مين كان يصلح هاي الاخير خربه؟ ما بيجي واحد يدور يرفع البلد ويصلح نعم. طيب التناجر استخدمتوا تناجر النحاس؟ النحاس كله من الاحمر والبواقي نحاس وخشب. والفخار استخدمتوه للطبيخ؟ اه القدره. القدره؟ اه بدانتين هذيك صمرا صمرا. طيب عمي النحاس هذا لما كنتوا تبيضوه؟ اه بيجي واحد يبيضني اياه نوري برضه. نوري؟ اه من وين هذا كان يجيكم؟ بيجينا من يسوع. تتذكر شو اسمه؟ كفار هو كفار. طيب واحد ما بيسكن في البلد. طب عمي شو اهل البلد لما او الاطفال بالذات يعني كيف كانوا قضوا وقت فراغهم مثلا؟ شو كانوا يلعبوا؟ بيقولوا كوره ويلعبوا كوره. شو الكوره يعني؟ يعني تنكه طب وزي هيك ويلعبوا في العصي. بالعصي؟ هذه اللعبه كانت منتشره في القريه؟ في القرى نعم. طيب شو غيرها عمي؟ بنانير لعبتوا؟ هو بنات خرفش بلدين، بلاد البلدين ما تخافش عليهم. طيب وغيرها عمي شو في كمان العاب؟ ايه؟ في شيء العاب وكذا؟ بيلعبوا يجيبوا تاد خشب هيك ويدقوا في الارض يلعبوا بكاك. شو اسمها؟ بوك يقولوا عنه هيك. بوك؟ خشب هالطول رفيعة. اه. ويضربها عشان يوقع هذاك ويخرج. اه اسمها ايش والله مرة ثانية اللعب؟ بوك؟ بوك البوك. اه. خليه بوك يعني. طيب الكبار مين كان شو كانوا يلعبوا؟ يلعبوا السيجة. السيجة. الصينية كان يلعبوها عمي؟ لا لا على الأرض كان يسوي تراب مربع ويسوي ويحط في النص ويلعب سيج بس. نعم. طيب عمي صندوق العجب. اه ما هذا مع ابراهيم خليل كان حد. مين هو؟ راح اسمه ابراهيم. ابراهيم ايش؟ ابراهيم حليمه. ابراهيم حليمه؟ هذا من اهل القريه ولا من خارج القريه؟ من درناتي. كان عامل صندوق عجل وكوانات وكل شيء. ما عنده سعدان بس. باع كل ارضياته شرفيه صندوق عجل. باع كل ارضياته عشان يسوي صندوق عجل؟ طب كان مستفيد من صندوق العجل؟ لا والله هابل. طب انت طلعت عليه صندوق العجل شفته؟ اه والله تفرجت عليه. قديش دفعت فلوس؟ تعريفه ولا كذا؟ ما بديش ادفع برد عليه. بس من هذا اللي خاوي. طيب شو شفت في صندوق العجل عمي؟ بغني هو اذا شو بغني هو شو تشوف فيه؟ بالكوانات يعني. كان يطلع صوت؟ اه بغني طيب عمي كان في القريه حدا حكواتي يعني يقعد يخرف لكم قصه زير سالم او زيد الهلالي؟ والله ما فيش حدا فاضي، الناس كلها شغاله ما حدش بغير بعض. في الليل مثلا؟ لا والله فيش، في شويه اختلاف قاعدين قلت بعد هم صغير بعد عندهم مش فاهم ايش بقول بس عارفهم مش بقول. طيب النور آه. حضرتك تحدثت انهم كانوا يحركوا الخيل ويجلخوا السكاكين آه. طب هم كانوا يعني مستقرين عندكم ولا يجوا بزمن؟ ويقعد فتره طويله وراحوا. يعني شو الفتره الطويله؟ شهر شهرين؟ اكثر سنه سنتين. وبرامكي هم حتى اللي كانوا جايين. برامكي يختلفوا عن النوار يعني؟ اه نوع ثاني، خذوا منهم بلدنا تجوزوا من ثلاث نسوان. تجوزوا منهم؟ اه والله. كان الوضع طبيعي تتجوزوا منهم؟ عادي. بس ما بيش حدود الملح اللي تجوزوا منهم. ليه؟ بدهم يهروا هاي. يعني نسوانهم احلى من نسوانكم مثلا؟ والله وين احلى بس خلص. نصيب. نصيب. طب وين كانوا يستقروا النوار؟ حول القريه يعني؟ اه جنب القريه من برا يحطوا. شو كانوا يحطون؟ حمير. هم قال حمير كانوا كل ايام زمان فيش سيارات. نعم. الحين النور كلها سيارات. نعم. الحمير ويرحلون.
طب وين كانوا يسكنوا؟ في الظهر الجاي. طب وين كانوا يسكنوا هم حاج؟ في اي جهه من القريه؟ من شمال من البلد. من شمال البلد؟ آه. شو كانوا يبنون؟ خرابيش ولا؟ خرابيش. طب شو كانوا يشتغلوا غير ال غيرهم؟ شو واحد طاهر ويرقصوا له ويغنوا له ويصير من مصاري. واحد بده يتجوز يرقصوا له ويغنوا له ويصير مصاري. طب ما كانوا يرقصوا لكم في الدواوين؟ لا 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 في الاعراس بس. بس في الاعراس؟ للطهور. طب اللي كانوا يرقصوا نسائهم ورجالهم ولا؟ كلهم يرقصوا، كلهم يرقصوا. خليطه كلهم. خليطه؟ خليطه. طيب كانوا يضربوا في الوداع و يا زلمه بالبخت؟ بيضربوا في الرمل وبيفتحوا بيسووا فتحين بيشتغلوا. طيب الوشم كانوا يمارسوه يسووا؟ والله يا اخوي دائما هذا وشم، هذه كلها فيك وفيك. طب هم ان نساء النور كان يعملوا وشم لنساء القريه مثلا؟ لا الهم بس. الهم بس هم. طيب اسنان ذهب كانوا يشتغلوا؟ كانوا يسوون نسوان. كانوا يسوون؟ وللرجال ما كانوا يسوون؟ لا 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 لا. نعم. إذا مستجد يقرب على الهدوء. لحمون الكريز. طب عمي كان في جا حدا من القرى الأخرى من فلسطين أو غير فلسطين استقر في القرية؟ لا لا لا. إلا لمصلحة. يجوا يروح؟ بس لمصلحة، لمصلحة بيجي. طب عمي كان عندكم نادي رياضي في القرية؟ ولا جمعية كان؟ ولا جمعيات ولا بطيخة. طب عمي كان في عندكم أي معلم تاريخي، آثار؟ آثار كان عندكم؟ لا لا. ولا خرط قديمة؟ لا لا لا. ما كان؟ لا لا. طب عمي بدنا نحكي عن موضوع الزراعة. يعني الأراضي كانت موزعة للعائلات تقريبا كلها تحسن بالتساوي، الناس متساويين ولا في ناس عندهم زراعة أراضي كثيرة وناس ما عندهم؟ لا 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 كلها زي بعض. حسب طلع علي ايش. نعم. حسب العائلة. نعم. يعني هذول أخوة ثمانية أو عشرة مش زي أخوة اثنين. نعم. ما بدي يتلف من أبوهم. نعم. بياخذوا أكثر. حوالي ليلة مثلا 10 نفار، مش زي ابو 5 نفار. ممتاز. بيطلع اكثر. طب عمي بايش كنتوا مشهورين انتوا بالزراعة؟ القمح والعدس والشير والذرة. نعم. والحمضيات. عمي هذه الحبوب. طيب الحمضيات شو؟ اللي هو البرتقال، القرفوت، البومل. بومل. نعم. كان عندنا حامض ليمون، في ليمون اسمه حامض ليمون، يعني حلو ومالح. حلو وحامض. نعم. في بيقولوا حامض حلو. نعم. هذا في عندنا ليمون زي هيك. طب عمي كان عندكم كميات كبيرة من هذا البيارات؟ والله في في في. طيب بس في الآخر احنا غيرنا، صرنا نغير بالضبط خيار وبندورة وفلفل وباذنجان ونورد عيال. نعم. بلدنا انعلت في الجريدة بالنسبة للخيار، كان يضمن الدرهم 250 دينار أو ورقتين. شو ورقتين يعني؟ هو لسه طالع ورقتين من الأرض. نعم. يعني اللي اللبش طالعة على ورقتين. نعم. يجي يضمن الضامن. نعم. الدرهم 250 دينار. ما شاء الله. الفلسطيني. كنتوا يعني مركزين على الخيار؟ ركزنا على الخيار لأن الخيار كان مطلوب. وبندورة. بندورة كنتوا مرجع لها ايضا؟ وباذنجان. طيب عمي هذه الخضروات. كنتوا لاغراض التجارة. تجارة سدنا عيار. طيب الحبوب كنتوا برضه تتاجروا فيها؟ لا احنا يعني اللي بيحتاج بقى يبيع. نعم. بيبيع برا مش في البلد، البلد مليان حب. نعم. يبيع بس ببلاش بقى الحبل ليرتين حبل القمح. يعني كسير قمح. في دربين رطب بدربين ثلاث لرا شو بدو حبوا بيرهم اليوسف. طيب البيارات كنت تبيعوها؟ ولا ما بقي نضمنها؟ بقي نضمنها. تضمنوها؟ من وين كانوا الضمانة تقريبا؟ بيجوا والله من يافا يضمنوها كلهم.
تتذكر مين كان يعني ضمانين مشهورين في يجوا يكونوا يافا؟ والله يا شيخ احنا في واحد اسمه الزقزوق بقي يتضمن. الزقزوق؟ اه نعم. وفي واحد اشحال بقي يتضمن غليون. نعم. وبرمضان كان بيجي يتضمن. نعم. بس شو ضمان؟ مسخره. في الاخر بطل منعوهم من الصدر ولا ليش منعوهم؟ الانجليز منعوهم. ليه شو السبب؟ عشان قالكوا عشان قالكوا الحاجه. طب كيف كانت عامله طريقه المنع يعني؟ ما فيش رواخر بدك تيجي على البحر تاخذ البطل تيجي. انتوا كنتوا تصدروه برا؟ هم ياخذوا البواخر من برا يجوا يضمنوا يضمنوا يودوا على البحر. على البحر؟ على البحر. والبحر هذا وين بودوه طيب؟ على عاملين اوروبا. على اوروبا؟ نعم. برتقالكو وحمضياتكو كانت تصدر لاوروبا. منعونا ولا صرنا نزبل في الارض. كنتوا تزبلوا الارض فيه؟ شو وين السوفي؟ البرتقال والحمضيات. احنا بقينا نبيع 6 حبات بقرش بالانجليز. بقينا مكيفين لما نبيع 6 حبات بقرش. نعم. هذا غالي. بقى الكوب كله بقرش. ما فيش تخدير. وعندكم كميات كبيرة من الحمضيات. يعني تاخذ كوب زي هذا غاز بشرب. اها. برتقال. هذا شو؟ طيب عمي. انت عندك هذا عنده هذا عنده. هذا الحمضيات. اه. طيب مين كان يعني اشهر الناس اللي بيمتلك بيارات كبيرة مثلا؟ هو ارضه. في ناس معروفين يعني في السوافير الشمالي. اه. مشهورين يعني بياراتهم كبيرة مثلا. لا لا كل بيارة زي بعض. زي بعض. ما في على اكثر من ثاني. طب عمي البيادر وين كانت؟ في البلد زي طرف البلد من شرقي. طرف البلد من شرقي. في هذه الساحه اللي قلت لك عنها في الاول. نعم. هذا جر من عمي وهذا من عمي وهذا من عمه وهذا هذا. نعم. وبندرس على الدواب. الدراسه على الدواب. الدراسه على الدواب. ها؟ يروح وبندرس. وندرس في الليل بدنا ندرس لانها فيها زوره. طيب الحراثة شو كنتوا تحرثوا عليهش؟ على الدوار، على الجبل، على الخيل. نعم. على بلقاها في الفحولة. الفحولة شو يعني؟ العجول. العجول. اه. نعم. في نير نعمل هيك. شو النير يا عمي؟ خشب هيك ونسوي هيك ولها عقد الفحل نحط واحد خشب منها وخشب منها ويعقدها من هذا المصيص. التراكتور ما استخدمتوه بالمرة؟ هذا اجانا في داخل التراكتور حرثنا الأرض هيك. من وين هذا التراكتور جبتوه؟ والله مش احنا اللي جبناه، اجى واحد من برا من يافا مش هذا الرمل جا وحرث عندكم. مرة واحدة. تتذكر شو اسمه؟ لا والله ما بعرف شيخ. طيب حجي الحصاد استخدمتوها؟ ولا بنعرف حتى. شو كنتوا كيف كنتوا تحصوا طيب؟ عديت بالقواليش. بالقواليش؟ شو القواليش يعني المنجل؟ المنجل. اجيب لك واحد يتمنجل. بدنا نشوفه هسه بس بال روح جيب يا احمد. طيب عمي اليهود كانوا يعيقوا عمليه تصدير الحمضيات لاوروبا. اعاقوا الزراعه ما اعطوكوش مثلا ساعدوا اليهود ما ساعدوكوش في موضوع حراثه موضوع لا مش هذا ليش مره بالمره لا عملوا عليكم ضرائب للعرب ضرائب كل سنه كل سنة بياخذ ضرائب علينا. كان في حدا يعني بيشتغل معهم في الضريبة؟ هو عمي اللي بده يشتغل معهم في الضريبة. في الضريبة؟ نعم. بتتذكر شو كانت الضريبة حجي؟ مصاري. مصاري مش قمح؟ لا مصاري. اها. بدك تجيب مصاري وبياخذوا قمح. طب عمك كان يتقاضى راتب منهم ولا؟ ما هو مختار وياخذ معاش. المختار نفسه يعني؟ كان مخمن هو. مخمن؟ اه. قديش هذا فلان مخمن ولا قديش هذا قديش؟ نعم. هاي القواليش. شايفها؟ شوفها على الكاميرا هسه عمي. هذا القلوش قديش عمره هذا؟ قريب من 4 سنين. جداد يعني مش ايام البلاد. لا هذا ما احنا بنسوي على اساس البلاد. اها. طيب عمي ال كانوا ينزلوا طحين على الـ على الـ على المدن الكبيرة في موسم الحصاد؟ لا اليهود الانجليز؟ لا
ما كنت تتذكر او تعرف؟ لا لا ما بقولش فاكر. مش واحد بقول كل واحد فين عنده. لا انا قصدي الانجليز. كانوا يجيبوا قمح في موسم الحصاد مثلا؟ لا. ما كانوا. لا لا. طيب الناس كانت تساعد بعض عمي؟ اه. ابدا. فزعات؟ ابدا يعني انت خش عليك شيء؟ اها. خذ البيدر. لا وكانوا يساعدوا بعض في البذار وفي البذار وفي الحصيدة كمان. في الحصيدة. اه يتعاونوا. أنا خلصت قبل راح أعاون الجرس. نعم. نعم. طيب كان في أهازيج معينة، غناء معين يغنوا هم يحصدوا؟ يشوق يبغوا يغني. زي ايش عمي؟ والله يشوق أنا عشان نسيت. ناسي ها؟ عمي يفضل أي رحمة بقى صوته يدب البلد. دب البلد. ويغني. يبغى مشترك الحصيدة. نعم. بعدين ايش الأجار حصادتها؟ نعم بطلع بالقش هيك ونلقى الحبل يروح. مش فاهم عليك حجي. اجاره آه. اللي بحصد. نعم. نعم بطلع بالقش اللي بحصد منه يروح الحبل يحطه على كتفه ويروح. بس قش؟ هاي الاجار. اما قمح ما بياكل؟ لا هو قمح بياكل. قمح؟ قش هو قش قمح. اها. وبدرس عنده من هذا كرو من هذا كرو من هذا بسوي بيدر. نعم. الناس الفقراء يعني ما لهاش ارض اللي بدك تحصي. طب عمي الزيتون ما زرعته؟ لا الا الرومي كان في عندنا في البلد تنتين بس. زيتونتين بس؟ رومي. طب عمي يعني ال وين كنتوا تشتروا زيت طيب وزيتون؟ بنيجي على الجبل. بيجوا على الجمال؟ على الجبل. على الجبل؟ على المنطقة الغربية. نعم. بناخذ قطين وبناخذ زيت وبقيت اجور تحط القطين هيك واشرب فيها زيت. طيب منطقتكم انت كلها هاي كلها منطقتكم؟ نعم مليانه. طيب زرعتوا كروم عنب؟ تين؟ في تين وعنب تين. نعم نعم في. كنتوا تساووا قطين من التين؟ ما بنسوي قطين كله قطين شو بنسوي؟ ياكلوا اللي ياكلوا حب زي هيك واللي ضلوا يسووا قطين. نعم بس مش زي قطين نظف. قطين نظف احسن. استرس. طيب عمي كان عندكم بابور طحين؟ اه في القريه؟ اه وين كان في القريه؟ اي جهه؟ في البلد من البلد قبله. من البلد قبله؟ نعم. البابور لقريتكم لحالها ولا لكل القرى؟ لا لا ثلاث بلد. بثلاث سوافيا؟ اه نعم. طيب البابور لمين كان؟ لواحد اسمه ابو رمضان. ابو رمضان؟ نعم. هذا ابو رمضان من وين؟ من اي خير؟ من غزاوي. مش من قريتكم يعني؟ لا. تتذكر مين اللي كان يشتغل فيه البابور؟ هو ابو رمضان عنده. وكان ساكن فيها يعني ساكن حد. نعم. طب لما كنتوا تشيلوا القمح او الذره على البابور؟ الحمار بدي اعرف. الحمير؟ انا بقدر. انت؟ احمله انا اشترى. نعم. الحمار. نعم. يسير بين الرطل اطحن واروح. نعم. ياخذ هو اجار وقمح. اجار وقمح نعم. ما بياخذ فلوس؟ لا فيش. طب عم المواشي والدواب شو اللي كنتوا تهتموا فيه؟ البقر والغنم. يعني البقر كان عندكم بكثافة كبيرة؟ اه بقر كثير 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 وبعدين غنم كثير كثير. يعني شو الغنم؟ يعني عندكم شلايا غنم شلايا بقر؟ اللي عنده 1000 راس اللي عنده 500. نعم. اللي عنده 20 راس بقر 15 راس بقر. نعم. نعم. طب شو كنتوا تساووا في منتجات الحليب؟ بقينا نسوي جبجب وكشك وراي ونوزع يعني الناس اللي منهمش ارض منهمش بقر ولا شيء يودي السقا مثلا يودي الى واحد. شو هو؟ السقا اللي بنخذه فيه اللبن. السقا اسمه؟ السعن انا بقول لك. السعن؟ اه. انتم شو بسموه حجي؟ سقا. سقا؟ اه. وسعن وشكوى هي؟ اه ثلاث اسامي. نعم. ابوي يقول لي بروح لفلان فلان فقير ماخذوش. طيب عمي انتم كنتوا كان اهل القريه يحلبوا الغنم او البقر. اه. يصنعوا منه البان. اه. وزبدة. نعم. سمنة. وجبنة. وجبنة كمان. هذا الغنم. الغنم جبنة وهذا زي ما تفضلت. وسمنة كانوا؟ اه من الغنم. والكشك شو الكشك مقصود فيه؟ بحطوا عليه بجوش عليه قمح هذا. نعم. وبنطبخ من هذا بتاخذ بطبخ بطبيعة. قصدك نفس الجميد يعني؟ لا الجميد يختلف عليك. نعم. هذا قرص فيك وهذا بدي احضر. عظيم. هذا الشكل هذا الشكل. هذا كان منطبخ لانه عليه قمح. طيب كان في رعيان للاغنام؟ اه
كل واحد عنده راعي خاص فيه؟ وياخذ اجاره خروف خروفين في السنه. ما شاء الله. طيب وعجول ولا عجوله ولا غبقر؟ يبقى واحد يجي عندنا يلم البقر البلد كلها يطلع فيها. عجال اسمه ولا راعي كنت تسميه؟ راعي. راعي البقر؟ نعم راعي البقر. ويلف البقر من القريه هذا الراعي ولا مثلا؟ لا والله من بلد ثاني. شو اسمه هذا الراعي؟ والله طيب خيف مو خيف. شو اسمه؟ سهيلم عابد. سهيلم عابد؟ من اي قريه هو؟ بيت دراس. من بيت دراس؟ طيب شو كان ياخذ هذا العجال؟ او راعي ياخذ حب. ياخذ حب؟ وين كانت المراعي؟ باي جهه عمي؟ عنده مراعي كثير داير البلد كلها. داير البلد كلها؟ في الحصايد ما بيطلع هذا. طب عمي هذا الحليب ومنتجات الحليب كنتوا تبيعوها بيع ولا؟ فيش حدا بيشتري. كانش حدا يبيع؟ حدش بيشتري. نعم. حدش بيشتري. كنت استعملها للدار كلها. يعني اكتفاء ذاتي للبيع. بس للبيع بس. طيب ما كانوا يجوا ناس من القرى الثانية مثلا يبادلوك السمنة بالزيت؟ لا. يبادلوك كل الأشياء هاي؟ لا. ما كان في تبادل؟ لا فيش. والكل عنده يبحث. نعم. طيب عمي حضرتك شو كنت تشتغل في البلد؟ في البلد. أنا كنت أزرع وأحرث في الأرض. كنت تساعد في الزراعة وفي الحراسة؟ وأبصر. الراعي رعيت؟ لا في الغنم ما رعيت؟ لا لا في راعي. كان راعي في عندكم؟ في راعي. عند والدك؟ شو اسمه هذا الراعي؟ هذا واحد مصري والله من مصر مش من عندنا. تذكر اسمه؟ اسمه علي. علي ايش؟ علي المصري اللي نقول لك. علي المصري. جاي كان من مصر ولا؟ من مصر. نعم. وقاعد عنده ضل يراعي. كنتوا تعطوه ذبيحتين في او خروفين؟ حسب حالته. حسب حالته. وكنتوا تتكفلوا باكله وشربه؟ نايم بياكل شارب مكسي. نعم. وله غرفه لحاله. طيب عمي انت كنت تشتغل مزارع بشكل عام يعني. نعم. والدك شو كان يشتغل؟ بقى يساعد معايا. برضه مزارع؟ مزارع معايا. طيب اهل القريه شو كانوا يشتغلوا؟ نفس الطريق كله. زراعة؟ كله زراعة. وكان في جزء منهم بالرعية؟ كله. كان في حدا برعى بالغنم شيء من أهل القرية؟ ما فيش قليل لا. في ناس بيصروا لحالهم. نعم. في بده يشحط رابج وهو بيصرح. طب في ناس راحوا اشتغلوا مثلا في المدن من القرية؟ لا. المدن ما حدش اشتغل. ما فيش ولا غلو. عنده شغل موجود في البلد. طيب حدا اشتغل في البوليس عمي؟ مين؟ واحد اسمه محمد علي. محمد علي؟ دعيس. محمد علي دعيس؟ نعم. من حمولة هذا؟ منه. طيب وغيره؟ بس هو؟ هذا في البلد. في البلد بحكي. بس اسمه محمد علي؟ دعيس. طيب هذا وين كان بيداوم؟ في النقطة، في نقطة بينه وبين الوطنية. نعم. يعني زي ما تقول هاي كل بني تابعة. وهي بلدنا. نعم. خليك عند عمي مش مشكلة. بص. كان في النص. نعم. البلد الشمال. طيب القطار ما كانش حدا يشتغل فيه في المحطات القطار؟ لا 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 ما عندناش حدا. نعم. أنا المصريين بقدر يجيبوا المصريين وروح فيهم. طب عمي إذا بدنا نتذكر أملاك والدك. شو كان عنده؟ والله يمكن حوالي 200 درهم. 200 درهم كلهم في مكان واحد ولا؟ لا 10 غاد و15 غاد و20 غاد و30 غاد. عظيم. كل مناطق. طيب وبيوت شو كان عندكم بيوت؟ دار كبير. دار واحد. بس. تقدر توصف لنا البيت؟ ايش بدك يعني من يعني شو يعني من ايش مكون؟ يعني احنا لما جينا على البيت تبعك الان في عندك حوص وعندك مزرعه وعندك غرف وعندك حمام، هناك شو كان بالضبط فيه؟ لا هذاك ما فيش حمام. شو كان طيب؟ هذاك بيوت طينة. بيوت طينة؟ مش حجر؟ لا لا طينة. كل القرية طينة؟ كل القرية طينة. في الآخر صاروا يسقفوا قرميد. قرميد صاروا يسقفوا؟ صاروا يسقفوا قرميد. والله يا رجال بدهم يحطوا فوق السطح حوالي بيجي 80 قلاب سبعة رمل فوق السطح. والناعم هذه بقى نجيب التمر الناعم هذا نخلط في الطينه. نعم. مشان هذا زي هذا بس يصير.
طب البيت اللي انت كنت فيه بيت والدك الله يرحمه، تقدر توصف لنا اياه بالضبط؟ شو كيف انه كيف مؤسس، كيف غرفه؟ يا اخوي ثلاث اربع غرف بحد بعض جايات صح؟ بحد جنب بعض. نعم. وفي نحكوره ورا الدار. نعم. في نحكوره ورا الدار. عظيم. الصبر. صبر؟ نعم. ورا الدار. ومعالجات حي الصابون هان. والمطبخ جنبه من هان. نعم. والبايكة برا ذات البقر. شو البايكة يعني؟ بيت كبير يعني. نعم. للبقر. للبقر والغنم والحلال. عشان طيب. والباب خشب تعرف يعني. عظيم. مفتاح بقى من هذا لهيك بقيت هيك وبقيت هيك. الكبيرة. ما عندك منه هذا المفتاح؟ والله هذا شو بدي فيه بدك. طيب عمي الشبابيك كيف كانت؟ خشب طين يا زلمة. الشبابيك؟ ما بتتسكر؟ ما بتتسكرش، ليش تسكرش؟ ليش تسكير؟ الشبابيك؟ لا لا بتتسكرش. ما كان خشب، ما كان شيء. لا 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 لا. عالية هاي الشبابيك ولا واطية حجي؟ فوق عالي. قواس ولا مربعات؟ قواس وفيها عالي. طيب وكل القرية كانت طين؟ اكثرها اكثرها طين، كلها. طيب بدي اسألك حجي، نسينا نسأل سؤال عن الدواجن، كان في عندك دواجن؟ دجاج يعني؟ نعم. لا بلدي. بس دجاج؟ عندنا دجاج وبط ووز وحمام وحبش وكل شيء. وكنتوا تستخدموا البيض تبع الدجاج؟ بيعوه ولا الكو هذا كان؟ للاكل يا زلمه، للاكل. مش بيع عندنا. كله للاكل. طيب شو كان عندكم مواشي عمي؟ بقر؟ بقر وغنم و... بقى عندنا 100 راس غنم. 100 راس غنم. وعندنا حوالي 12 راس بقر. نعم، شو غيره عمي كان عندكم؟ بلقى في بهيمة. شو بهيمة؟ مارة. نعم. وعندنا فرس. نعم. وجمل. هذول الحراتنا. نعم. طيب هذا البيت اللي انتم كنتوا ساكنين فيه صحيت على الدنيا وهو موجود ولا بنوه قدامه؟ لا 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 موجود. نعم. هو جاهز. طيب الاثاث اللي كنتوا تستخدموه شو حجي؟ ليش؟ اثاث الفرشات. الفرشات صوف. صوف. حافات صوف. مين كان كنت كان في حدا يصنع السوق الفرشات والحفات ولا النسوان؟ نسوان. نساء. كل النسوان مسؤولة عن شتي البيت. كان استخدامكم للفرش فقط صوف. صوف. كراسي طاولات ما كان. لا 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 فرش. نعم. طب عمي عندك قواشين عرب؟ لا والله ما عندي. اي هوية او جواز سفر قديمة لوالدك مثلا؟ الله يرحمه. ما عنديش. لا. وكان في جواز سفر يا زلمة. نعم. في جواز سفر كان. يعني بريطانيا كان. لا على زمان ما في ولا واحد معه جواز سفر. ولا هويات. طيب عمي مين كان في وجهاء غير اللي حكيناهم بداية الحلقة؟ بس هم هذول. هذول؟ بس. طيب كان في حدا من القرية مشهور بالزجل الشعبي بالغناء؟ الحمد لله. لا 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 ما كان في. لا لا. طيب كان في عندكم قاضي؟ قاضي شرعي او قاضي عشائري؟ هو ابن عمي هذا جاي وعمي كان قاضي عشائري. شو اسمه؟ محمود. محمود وبعدين بهجة. بعدين ابن بهجة. طيب هذا كان يقضي بين الناس؟ حلو. بين اهل القرية ولا كمان القرى الاخرى؟ والقرى الاخرى بيستدعوه؟ طيب وكان عندكم الشيخ ازهري اللي هو محمود؟ نعم الشيخ محمود. الشيخ محمود. قلت لي ما حدا كان عندكم شاطر حده مثلا؟ حدا يعزف على الربابه، يعزف على العود، على هذا ما فيش اللي هو بقول لك هذا على الكيبورات صندوق العجب بس هذا. بس بس هذا هو. طيب كان في نطور للقريه؟ بقى عند المختار. عند المختار كان في نطور؟ مختار. شو اسم النطور؟ عبد الله ثلجي. عبد الله؟ ثلجي. من وين هذا؟ من بطانية اصلا هو بس من هذا. نعم. كبير هذا. كان ينادي الناس يعني لما تيجي الحكومه بدها واحد ولا شيء يوديه ويجي تيجي الحكومه يعني. زي الحاجب يعني. طيب عمي. بعد اذنك. تفضل. بدنا ناخذ استراحه دقيقتين ونتابع حديث ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج شكري إسماعيل أبو رأفت، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذه المقابلة. عمي، كنا حكينا آخر شيء عن مشاهير القرية، عن الناطور وعن القاضي وعن بدي إذا سمحت تعطينا معلوماتك عن في مركز بوليس كان قريب من القرية. معلش نسأل مرة ثانية، وين يجي هذا المركز؟ لشمال البلد. لشمال البلد؟ نعم. بنفس أراضي البلد ولا؟ لا، أراضي وين؟ بيننا وبين باباني وبين دراسة، هذه النقطة مركز البوليس هذا، مش نعم. بلد العالم. نعم. لا، للبطاني ولا بين دراسة، ثلاث بلاد. كنتوا تسموها نقطة ولا مخفر ولا؟ نقطة، بقول عنها النقطة. نقطة؟ نعم. طيب بتتذكر أنك شفت هالنقطة؟ شفت. تقدر توصف لنا إياها حجي؟ بطون. بطون؟ طابق ثاني. طابقين؟ نعم. بعدين باب على الشارع. بابها جاي على الشارع؟ نعم. طيب في لها حوش كبير مثلا؟ لا مش كثير. حوش عادي؟ عادي. سلك ولا بطون؟ بطون. طيب كان في سجن داخل هاي؟ بس توقيف. توقيف؟ في حدا من أهل قريتك توقف في هذا السجن؟ لا. طب مين كان قائد المخفر او قائد النقطة تتذكر؟ واحد انجليزي. تتذكر شو اسمه؟ لا. والبوليس محمد علي، البوليس اللي اشتغل كان محمد علي؟ هذا واحد بس من بلدنا. كان في النقطة؟ نفس. طيب في غيره من القرى المحيطة عرب؟ لا 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 فيش. العربي الوحيد كان هو؟ بس، والباقي انجليزي. طب كان يحكي لغة انجليزية؟ سبع سلسل بحكي. مش فاهم عليك. يعني سبعة لسان، مش سبعة. سبعة لسان. يعني لغته قوية في اللغة الإنجليزية. طيب شو كانوا يستخدموا في التنقل؟ الخيل ولا؟ الخيل، صواري. صواري. ملابسهم شو كانت لونها؟ شو كانت؟ هو هذا الطربوش هذا الأسمر. نعم. بدل سودة. بدل سودة. نعم. طيب سيارات كانوا يستخدموا سيارات؟ لا، الخيل ما يستخدمونه. كله على الخيل؟ كله على الخيل. طب ما كانش فيها يهود هذا المخفر؟ لا، هذا العرب بس. عربي بس وانجليزي. اي نعم. طب تتذكر عدد اللي فيها؟ والله بيجي 10 انفار. 10 انفار؟ بنقول خمسه بيشتغلوا، خمسه بيروحوا. طيب ولما كانوا بدهم حدا من القريه او يروح على المختار؟ على المختار. واحد من الايام تقول المختار. مختار عنده واحد جابي بيروح النادي وبيجي. طيب عمي، لما كان كثير مشاكل بينك وبين بعض، حل بعض، ما تلتجوش للمخفر؟ لا، تلجأوا لبعض. لبعض. ولو صار مشاكل بينك وبين اهل السوافير الاخرى او القرى المحيطه برضه بنحلها، بيجي ناس من ثاني بلد او يجي في البلد الثاني بيجوا يحلوها. نعم. من بعضهم بيحلوا في بعض. طيب يعني كان معيب انه الواحد منكم يروح يعني على المخفر يشتكي؟ لا، ما في من يروح يشتكي. مش كويس. مش كويس انه واحد يشتكي. تنحل العشائري. اليهود كثروا، اليهود تحل العشائري. نعم. انا واليهود نتكاثر. انا ضربت واحد يهودي وشكوا علي في النقطة بالمجدل. وديت اللي اصغر مني. كيف يعني وديت اللي اصغر منك؟ اخوي اصغر مني وديت عشان يدوب ما فهمش يعني. وانتهى الموضوع بسرعة؟ طيب اليهودي هذا ليش كتبت انت وياه؟ ما بماشي بالعربية، ما أكل باش، أجي أكل باش عربي. سبقته كسرت إيده منه، معي دبوسه. كسرت إيده؟ كسرت إيده. اسمه قرشون. اسمه قرشون؟ من وين هو قرشون؟ من تعبية. من تعبية. يعني قصدي من أي بلد جاي؟ من تتذكر تعرف من أي بلد جاي؟ من نفس الكمبانية هو. هو ما بتعرف قصدي من أي بلد؟ من العراق؟ من لا لا لا، فلسطين. فلسطين؟ نعم. فيش كان عليهم لا يقول مرة واحدة اليوم. نعم. لا، كل فلسطين. إله مختار كل إيش يا زلمة. طيب عمي، تتذكر المدن اللي زرتها قبل ال 48؟ قبل النكبة؟ مش إلا الرملة واللد وياف. رملة واللد ويافا زرت. والقدس. والقدس. وجيت عند الصخرة اللي قبل ما يصير عمدانها. يعني رحت قدست مثلا ولا؟ ولا رحت زيارة عادية؟ رحت أنا وأمي قدست.
رحت القدس. اه كنت معمل صغير. شو عزفك في القدس عمي؟ كنت خيط على الصخرة. على الصخرة؟ عشان ما فيش تحتيها ولا حاجة. كانت المرة طرح الوالد الحامل طرح تحت المرخوف. لأنه معلق بين السماء والأرض مش تحتيها. سبحان الله. اه وش ولا حاطين وحاطين شماعات لها. نعم. أول لا. أنا بطرح تحتيها وهي معلقة بين السماء والأرض. سبحان الله. اه شوف القدر العجيب. طيب المدن بيت دجن رحت عليها. بيت دجن؟ آه. هذه قريه بيت دجن. اه لا المدن اليافا رحت عليها؟ اوه بعد سينما الحمر رحت. حضرت سينما؟ اه الحمر سينما الحمر. شو حضرت فيلم عمي؟ اي والله نسيت. مصري ولا اجنبي؟ لا مصري كثير. مصري؟ اه تتذكر مين كان يمثل ايامها؟ عبد الوهاب يا زلمه، عبد الوهاب بغني فيها مسرح، حضرت مسرح؟ لا غير السينما، حضرت مسرح؟ لا لا لا، بقى صاحبي من ابوي بقى شبوي. كيف كان يرضع؟ كنت اروح ابيع خضر مع السيارة ازوق على تزرق على السينما. والله شفت رحت على يافا. نعم. وحتى الان بين الورق بتاعت الافلام صار صفر صفر على الحيطان. على الحيطان؟ من هذاك الايام. نعم. طيب شو كان يعجبك بيافا عمي؟ حلو يافا يا زلمة. حيفا حلو. وحضر رحت على حيفا؟ اه حلو حلو. شفت شفت المينا شفت على البحر يا زلمة. يافا على البحر، حيفا على البحر كلها. شو فيها شوارع حلوة؟ كل على البحر. نعم. شارع على البحر هذا يا زلمة بجنن العصر. طيب الرملة زرت الرملة؟ نعم فيها سوق والرأس سوق. سوق الرملة؟ أه؟ أي يوم سوق الرملة؟ والله ما أعرف الخميس ولا اثنين. يمكن الاثنين حج. أه اثنين. نعم. نعم. طيب لما كنت تروح على هذه المدن يافا وحيفا والرملة والقدس بيش كنت تروح في الباصات؟ في البلاس. نعم. هو بلاس رخيص. بزيد قشر نص عن يافا القدس. طيب يعني انت حضرتك كنت تروح مع الشحن؟ اه مشان الخضر. مشان الخضر. اه. تزرق هناك على السينما. اه بروح على السينما. طيب. السواق كله بدل. طيب ما كنت تروح على الدواب مثلا على المدن؟ ليش المدن يعني؟ على الدواب. ما كنت تستخدم؟ بلا اي كثير. كنت تروح كثير؟ بلا خير كثير كثير اكثر شيء. طيب عم بدنا نحكي عن الموروث الاجتماعي، عن المناسبات الدينية والاجتماعية. رمضان شهر رمضان الفضيل. كيف كنتوا تستقبلوه؟ شو له يعني خلينا نقول ميزة عن الأشهر الأخرى؟ هو له عيد ما هو. بدي شهر رمضان نفسه. بصير الصيام بهذاك الشهر؟ الصيام كله بصوم 30 يوم. 28 يوم 29 يوم يعني. نعم. بعدين الناس رح تطلع على الهرة، انا كنت اطلع انا نفسي. نعم. شوف القمر شوف القمر، اقول له بكرسك. نعم. اي واحد ناس رح يطلع على الهرة فوق شوي هيك عالية ويشوف القمر. قول شو. مش نستنى يعني السعودية ونستنى مش عارف وين ونستنى وكذا. نعم. لا واحد ناصح شوف ناصح كويس بشوف القمر. شو ناصح يعني؟ ناصح بالعينين يعني. يعني ستة على ستة بكل. ناصح. يشوف كويس. شوف الهلال يقول له صوم. طيب في كان مسحراتي في القريه؟ مع طبل وطبل. مين هو مسحراتي؟ واحد من البلد من الناس تحبوه. شو اسمه؟ اسمه ابراهيم يوسف. ابراهيم يوسف اسماعيل؟ اه. طيب صلاه التراويح حدا كان يصليها؟ كيف؟ بدنا نخرج عند بعضنا؟ نعم. نوكل يعني في الدوار. شو تخرج عن بعضك يعني؟ يعني في الدوار في المقعد. نعم. شوية شق بيقولوا شق. نعم. شو على دوار. عظيم. انت عندك ما بجيب صحن طبيخ وخبز. نعم. بجيب صحن طبيخ وخبز. ويجي بيخرجوا وبيأكلوا مع بعضهم في الدوار. ممتاز. وبيجيب بزياده لو اجى مره قريب مثلا سايق بيفطر معنا. طيب يعني في خلينا نقول أطعمة خاصة، أكل خاص في رمضان، حلويات خاصة؟ في. زي ايش عمي؟ ما بيسووا هرايح، بيسووا نمورة، بيسووا عوام، بيسووا. هذا في رمضان؟ طيب لما يجي العيد؟ شو كان يعني بالنسبة لكم العيد؟ بقدر مكيف زي ما قلت. نعم. هي ربيع هي صح. طيب شو تكيفوا ليش يعني؟ شو في شيء؟ ناكل حلويات وبنشتري كل شيء ومصاري. زي ايش مثلا حلويات في العيد؟ جميع. يجينا من برا حلويات. من برا؟ من الشام يجينا. من الشام؟ شباب يجوا. يعني كان في ناس من الشام يجوا لعندكم ولا في حدا يروح؟ لا والله بيجيبوا لنا من
نعم. طيب كانوا يعني الاهالي يشتروا لاطفالهم مثلا ملابس؟ كلهم. من وين بيشتروا ملابس لهم؟ بيجي القماشي زي ما نعم شهر رمضان بضلوا موجودين في البلد كله القماشين؟ عشان يشتروا. طيب كان في مراجيح في هذاك الايام؟ لا ما كان. لا ما فيش مراجيح. لا. طب بالعيد صبيحة يوم العيد كنت تزور المقبرة؟ كله. وكيف الناس عايدوا على بعض مثلا؟ متخفش كل واحد يحضر الثاني متباوش متباوش. طيب كنت تزوروا ارحامكم؟ ها؟ كل ولا الارحام. شو كنتوا تاخذوا لهم يا حجي؟ اعطيهم مصاري حلويات. نعم. اقمشه وملابس وشغلات زي تقول؟ يعني برضه نديهم. طيب لو حتى لو كان خارج القرية أرحامكم؟ وين ما يكون. نعم. إن شاء الله في القدس لازم نروح. طيب صلاة العيد وين بتقيموها؟ في الجامع ولا في مكان ثاني؟ لا في الجرن. في الجرن. الجرن؟ شو المقصود في الجرن؟ في البيدر. في البيدر. مكان البيدر يعني مكان البيدر. نعم. ساحة كبيرة وكلهم الصبح فجر وكلهم الصبح فجر. طيب شو بيختلف عيد الأضحى على عيد الفطر؟ لأن هذاك ذبايح كله ذبح تضحك كله طب بضحك واحد بضحك. عظيم. عم المولد النبوي كنتوا تحيوه؟ نعم. وين كنتوا تحيوه؟ في المسجد. في المسجد؟ نعم. شو كنت تعمل فيه المولد؟ قريب القرآن. والدك كان له دور في هذا الموضوع؟ كونه كان يعني صاحب طريقة؟ نعم. وأول. نعم. طيب خميس البيض كنت تعرفه؟ الله وسباغ البيض وقلت نتقامش وبقيت اكسب منه. انت كنت شاطر في المقامش؟ والله مش شاطر. ما كنت تغش؟ لا راس عقب بقيت اسبوع. طيب كانوا يغشوا الاولاد في هذا ال لا يا زلمة ما بعرف الناس كانوا كويس. ما كانش مثلا واحد يعمل له حجر حثان شيء؟ لا 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 ما فيش مكشوف. مكشوف؟ ليش كنتوا تصبغوا البيض؟ ورقتين. ورقتين؟ ورق بصل كنت تصبغوه؟ وبصل وتين لونه موجود. نعم. تطلع خضرة خضرة. طيب النبي موسى او النبي روبين او النبي صالح؟ والله بقى نروح روح كثير نروح الزهر. انت حضرتك روحت؟ لا. كان ابوي يروح. طيب شو كان يحكوا لكم عن وين كان يروح على اي موسم؟ موسم روبين هذا اللي كان يروح على روبين. على روبين. طيب كان يحكي لكم شو كان يشوف في روبين؟ ما بيقدروا شو يطبلوا ويهللوا ويسووا. طب حسب معلوماتك والدك كان يغيب فترة طويلة في هذا السوق او هذا الموسم؟ بيخلص. كم يوم تقريبا كان؟ 3 ايام 4 ايام بالربع. طب كان يقول لك شو مثلا في بيع في مشترى في غناء؟ في كل شيء. في كل شيء. طيب. عمي اذا بدنا نسألك عن الزواج. كان في مأذون شرعي في القرية؟ لا لا بيجيبوا من برا. كان يجيبوا من برا؟ من وين؟ من المدن يعني يجيبوا من المدن. من المدن؟ تتذكر مين كان مأذون يعني متخصص عندكم في القرية مثلا؟ اسمه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. طيب إذا تذكرته بنحكي إن شاء الله. إن شاء الله. طيب عمي كان يعني لما واحد بده يخطب وحده. شو الإجراءات اللي يعملها؟ نفس الطريقة. جيب الفاتحة، جيب الشيخ، جيب الفاتحة، جوز. قبل ذلك مثلا بيروح أمه للعريس مثلا. بتروح أم العريس تنقد. تنقد. بتشوف البلد. نعم. وبتحكي معها. وبتجس. فيها قصور فيها شيء. نعم. اسنانها اسنانها بتبدا ضمها. نعم. تكشفها مضبوط 100% كان كويس يقول يلا شكرا عليك. عظيم. هم بيسالوا بس الناس عارفه بعضها. في البلد عارفه بعضها. طيب عمي بعد ما انه هي الام تنقذ العروس خلص بعديها شو بتروح جاهه؟ جاهه دائما تكون كبيره ولا يعني؟ يعني اربع خمس جاهه جاهه. نعم. بيقروا الفاتحه ويكتبوا الكتاب؟ طالبين القرب منك وقديش المهر ومش عارف ايش. كان ذهب يلا على الميزان. طبعا ذهب على الميزان؟ طيب شو كانت كسوة العروس؟ جيبوا لها ثياب اربع ثياب واربع فساتين وشاشات اثنين وجيبوا لها ذهبات. عظيم. وهذا طيب كان في صندوق للعروس؟
ايش هذا بايش يعني؟ صندوق جهاز. صندوق خشب. صندوق خشب مفتاح كل شيء. عظيم. طيب عمي ال بدنا نجيبها على الجبل، نجيبها على الفرق. طيب هسه بنحكي في هذا الموضوع، بس بدي اسالك عن قيمة المهر. والله المهر كثير، 700 دينار فلسطيني. طيب. والله. كان في بعض القرى المهر يكون عالي وكان يكون واطي. واطي. القرايب هذا بدي اسالك اياه يعني. زي ما تكون اي كلام يعني، هم عارفين على بعض. يعني قيمة المهر تختلف من بين قريب لبعيد. بعيد، البعيد والله غالي. بعيد ب 700. بالقريب ما يكون ما تيسر. وإذا كان جاي من خارج القرية كمان غالي؟ برضه غالي. غالي غالي. نعم. أما في البلد لا. طب عمي كان في شيء اسمه هدم العم وهدم الخال؟ هذا في الأول يا أخوي. في الأول؟ أبدا على طول ما في شيء. خال ولا عم. نعم. أبدا. طيب. هدم الخال قبل. طيب كانوا لما ياخذ هذا المبلغ كان نقتل العروس ولا كان يحطه في جيبته؟ لا بقى عبد العروس. نفس السمو اللي بيزيد عليه شوي كمان. طيب كان في شيء اسمه ذبيحة الشباب؟ ايش؟ ذبيحة الشباب؟ لا ما بنعرفهاش. تعرفوها؟ لا. طيب عمي كم ليلة بيعللوا ال والله مو بده 10 ايام 12 يوم. في هذاك الايام؟ في العرس. طيب وين كانوا يسووا الاعراس؟ داخل؟ لا برا. في البيادر مثلا؟ برا في الساعة. كل من بعضهم الان. نعم. بيساووا العرس نسوان 10 دقائق في الدور. نزلوا برا بيلعبوا الدبكة وبيساووا سامة ودحية ومش عارف. مين كان مشهور في واحد اسمه عيسى. عيسى ايش؟ عيسى اسماعيل. عيسى اسماعيل. ابدا هو لازم يكون يا اسماعيل يا من رباح. لا عيسى اسماعيل والله بقى هذا وكيلك في السامر يخدم ديره. طيب عيسى من اللي توفى؟ تحول الله يرحمه. لا كبيرة. طيب عمي ليلة يعني الليلة الأخيرة بالتعليلة كانوا يعملوا حنا؟ ليلة الحنة. عمي انا ما بعرف اشي، لا تقول لي لانه جزمه بدي اعرف شو بالضبط اللي حنة حنة. يعني في ناس بيحنوا في ناس ما بيحنوا يمكن. لا والله بيحنوا، في الحنوا برجعوهم. ابدا. ابدا الود الحنة ليلة الحنة الود الحنة. والعروس كانت تتحنى كمان؟ والله ايوه رجليها وديها وكل شيء. نعم. طيب رجليها وديها. نعم. طيب يوم الزفاف كانوا يعملوا غداء؟ شو الغداء؟ ذبايح. بتعملوا مناسف ولا؟ مناسف شو؟ طيب بال ايه هذا اليوم هذا لحم ولا خبز بال بس مش لبن. لا لبن لا ناكل كل لبن. مناسف ايش طيب عمي؟ فول لحم. بس شو يعني ما فيش فيه لبن طبيخ؟ لا احنا ما بنسويش طبيخ لبن. عارف كيف تسووا كنتوا؟ رز؟ رز ولا مفتول؟ رز ومفتول. اثنين بتعملوا؟ طيب عمي لما كنتوا تزفوا العريس؟ بنلف البلد كلها. من وين بنزفوا؟ من داره بنلف البلد ما يدور. ما في حدا بياخذ يحممه مثلا؟ انا كيف؟ طيب. على طول هذا ما موجود. طيب وزفوه على اقدام ولا على فرس؟ والله مر على اقدام ومر على فرس. طيب بصير في سباق خيل بينهم؟ طلعت؟ انا هو والله هذا عبد الغني اللي بدا يفوتهم كلهم، واحد اسمه عبد الغني حسين ناجي. نعم. خيال. والله قال خلي زلمه شو الخيل في بوز من الدين طارد. عظيم. صدق الله والله يشكرك. طيب عمي النقوط كان في نقوط؟ فيش على طول العريس والعروس تنقلوا. العريس والعروس؟ طيب العروس كيف يجيبوها على بيت العريس؟ كيف؟ العروس نزل على الفرس. فرس ولا جمل؟ يا جمل يا فرس. يا فرس. واحد في هودج ولا بدون هودج؟ لا اكبر شدوا الهودج يا اولاد. الى غنويه. نعم. تتذكرها غنويه هاي؟ متذكرها حجي؟ شدوا الهودج يا احكي لنا اياها حكي بدناش يا غناء. لا مش غناء. بقولوا شدوا الهودج يا اولاد وتهبوا الهودج. طب عمي العريس كان يتنقط مصاري. العروس شو كان؟ مصاري. كمان مصاري. كان في ناس ينقطوا خرفان. مش مصاري بنقط خرفان. نعم. طيب لما في التعليله شو كانوا يبغوا اهل العريس؟ يقولوا سووا سابق. لا انا قصدي كانوا يعملوا لوكسات مثلا يولعوا نار عشان تنور. في الخلا نار هيك بس.
وسوي مشاعل. مشاعل كيف عمي؟ على عود على عصاي وحط شوية كذا شريطة. نعم. وتقوم لنا ويسوي هي بسم الله مشاعل بالعكس. اها. طيب عمي. تفضل. لما كان مثلا تجيبوا عروس من خارج القرية. ها. كيف كنت تجيبوها؟ فاردة. فاردة؟ شو كنت تستخدمه في الفاردة؟ لا أنا قصدي كنت تستخدم الدواب؟ هي على الجمل على الهودج. معنى وراها مشي. طيب. واحد سحبها. نعم. واحد يسحبها بالجمل. مين اللي كان يسحبها؟ قريبها أخوها أو عمها أو أبوها. يعني نعم يعني واحد من ليلها. من ليلها بشد الجمل بيسحبها والناس وراها بالفاردة بتغني. طيب عمي ليلة الدخلة. ها. إذا الرجل أثبت فحولته والمرأة أثبتت يعني أنوثتها بصير مثلا طخ مثلا بصير فرح بصير طخ وبعدين يضربوه إذا ما دخلش خمس دقايق بضرب بالخزرات كتلة بتبعدين بالكتلة أنت حدا ضربك شيء؟ لا أنا ما حدش ضربني لا تجوز برا وحتى اللي تجوز برا مش انضرب؟ والله في انضرب طب في شيء اسمه صباحية العريس مثلا كيف يعني ودوا سواني ودوا حلويات الصباحيه كل ما نقطش ينقط في ردة رجل حجي؟ يعني ردة رجل يعني العريس يرجع يروح يزور اهلها؟ انا والله بفرد بقول عنه بفرد هذا فراد اسمه بعد اسبوع باخذ امره يفرد عن داعي نعم اسمه فراد؟ مفرد مفرد راح فلان يفرد بالعروس نعم راح يفرد هو عروسه على هذا طيب عمي بدنا ننتقل لموضوع اخر اللي هي الوفاه لما كان في يعني شخص في القريه يتوفى اول شيء المقبره وين كانت مقبره؟ جنب البلد عطول. وين جنب البلد عمي؟ من الشرق لجبله نعم طيب لما كان في واحد يتوفى كيف يتم الابلاغ عنه عن حاله الوفاه؟ كل هذا يعني انا قصدي هذا الشاب النطور ايش بلغ الحموله يبلغ البلد كله فلان فلان توفى نعم يعني الناس تتناقل خبر الوفاه من بعض من بعض وين يقولوا الميت على المقبره ويعزموا اهل الميت نعم ويسووا له عشاء زي عوايد الناس طبعا عمي كنتوا تخبروا القرى الاخرى مثلا عن حاله الوفاه؟ كان يجي يودي لهم خبر ويجي كل الناس كل الناس مش طيب كل اهل القريه بيشاركوا بال كل البلد وكل القرى اللي حوالينا تيجي طيب النساء بتبعن الجنازة ولا ما بروحوا مرة الجنازة؟ لا ممنوع ممنوع ولا مرة تروح طيب حمام الميت وين بتتم في بيته ولا في الجامع؟ لا في البيت والصلاة عليه بتتم في الجامع ولا في الجامع؟ نعم نعم في الجامع طيب بمر الروح على الدار نعم بيطلع على المقبرة طيب كنتوا تاخذوا خاطر الأهل الميت على المقبرة؟ أنا بفتح بيت يا زلمة كيف؟ نعم كان يقعد أربعة أشهر ودش الحصايد ويقعد على خاطر الناس بيجوا برا من اي مكان من السبع من الشمال من الجنوب كلهم بيجوا نعم فلان توفر وخذوا خبر على الخير الناس تيجي طيب استشهد حدا من القريه حجي في هذيك الايام؟ لا والله بس الصواب الصواب طيب طيب عمي حدا ادى فريضه الحج؟ البلاد البلاد نعم مين هو؟ الحج واحد اسمه خليل نعم عبد القادر اسماعيل عبد الرحيم اسماعيل شو اسمه والله خليل؟ خليل عبد الرحيم اسماعيل نعم وإحنا في البلد هذا في حدا غيره حج يا عمي؟ لا بس واحد بس تتذكر لما راح الحج هذا والله بتذكر في الأربعينات طيب كيف وين ودعتوه؟ كيف ودعتوه؟ وين ودعناه؟ ما ركبناه في الباصات وصار عند القرية يعني ودعته من عند القرية ما حدا راح معه ودعه لمنطقة أبعد مثلا؟ لا لا عند الأسفلت لما ركبوا في البساطة الحجاج وراح ما بتعزي طيب هم راحوا بالبساطة على الحج ولا بالبحر ولا بالجمال؟ راحوا بالبساطة على الريط وعلى البحر ويوصلوا البحر ويطلعوا في البواخر ويروحوا نعم طيب لما رجعوا لما رجع هذا الحجي أهلا وسهلا لما رجع هذا الحج من الحج وين استقبلتوه؟ على مطرح الباص على مطرح الباص خليك مرتاح عمي خليك مرتاح طيب ولما اجى من الحج يعني
اقبلوه الناس. عجبوه كل دار عجبوه كل واحد يزن. زينتوا له البيت مثلا؟ زينا له حطينا له البيحة حطينا له كل شيء. طيب شو جاب معه هدايا الحج؟ جاب سلاح جاب حطاتي. نعم. حطاتي. نعم. وتمر. مي الزمزم جاب؟ مي الزمزم. خليه بكفي. قال الدرج. طيب كيف كان يعني كان له هيبة وكان له يا زلمة ياكل يتبارك له ينسف على اكله نعم يتبارك له الناس كويسين. طيب عمي بعدين ماكن وقت استراحة ونتابع حديثنا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج شكري اسماعيل ابو رأفة، وهذا الجزء هو الجزء الثالث. اليوم الاربعاء 25/4/2007. حاج بدنا نحكي في هذا الجزء عن القسم الثاني من الأسئلة اللي هو ثورة 36 وما تبع ذلك النكبة واللجوء. أهل قريتك صافير الشمالي نعم شاركوا في ثورة 36 نعم حرقوا الكبانية. أي كبانية حاج؟ كبانية تعبية. هاي تعبية لمين هي قلنا احنا؟ عندنا جارتنا كبانية اليهود. هاي اليهود؟ لا احنا نقصد حجي لغرمنا هم مش كيف مش ثورة 36 هجمنا على الكبانية احنا. طب ليش هجموا على الكبانية اليهود؟ ليش ما هجموا على كامب الانجليز مثلا؟ مين هم؟ العرب. لا هجموا على الكبانية لهم هم اللي تعدوا. هذا الحكي عمل ب 36 نعم كان في ثورة اسمها ثورة 36 نعم 36 فيها بقى ابو العلمجي نعم شو اسمه؟ واحد اسمه محمد العلمجي بس توفيق برضه كان ثاير هذا العلمجي؟ كان ثاير اسمه. من اي سوافير هذا؟ في غربية نعم طيب عمي يعني ثورة 36 شو بتعرف عنها بالضبط حجي؟ والله انا بعرف انهم ضربوهم وحرقوا الجيش كله لنا جيش مين؟ جور لليهود لليهود خربوا عليهم كثير يعني حرقوا الكمبانية بالنار نعم نعم طيب هذا الانجليز وقف فك الطرفين العرب خشوا جوا على الكمبانية. هذا الحكي بأي سنة عمي؟ 36 صار والانجليز عملوا عادوا يفكوا هنا طرفين نعم عمي هذه ممكن تكون بعد 36 لانه ممكن يعني لانه بس خلينا افكر في الموضوع لانه ثوره 36 ظلت 39 ضد الانجليز نعم هذا وين؟ ما هو صارت في باب الواد هذا في باب الواد وفي اكثر من محل في كل مناطق فلسطين بالضبط نعم طيب اهل قريتك كان في حدا منهم من الثوار؟ لا احنا لا ما كانش حدا من الثوار ما كانش حدا لا لا طيب ولا يعني رحت نجدة لقرى اخرى؟ نجدة رحنا وين؟ وين هذا ليش هذا الكلام؟ لا طيب احنا قصدنا في 36 36 لا بس انه هي اصل منطقة عندنا احنا نعم هم اجوا علينا بيت دراس وسدود وحمامة وسوفيت الثلاثة هم فزعوا معنا نعم نعم هم اللي فزعوا معنا لان الكمبانية عندنا بالضبط احنا ايوه بيننا وبينهم شارع بس طيب معلش عمي حسب كلام والدك واقاربك صار انه الانجليز طوقوا القريه مثلا طوقوها وفتشوا السلاح فيها عليها هذا اي سنه حجي؟ هو هذا بعد 36 تقريبا في 37 38 نعم لما فتشوها لقوا فيها سلاح؟ لقوا عن مين لقوه؟ والله لقوا عندنا احنا وعند دار عمي وعند دار ابن عمي الثاني وعند ابن عمي الثالث وشو صار طيب لما لقيوا؟ حتى في خال من اخوالي حبسوه مؤبد. شو اسمه خالك اللي حبسوه مؤبد؟ اسمه العبد عبد الجواد سليمان عبد الجواد. هذا من نفس قريتكم؟ من نفس خالي. هو ممكن يكون خالك من قريه ثانيه؟ لا من نفس البلد. طيب يا حجي. نعم. واستمر حبسه مدة طويلة ولا شوي؟ لا والله قعد فترة وبعدين اجى عفو طلع. اها. اي نعم. طيب لما لقوا عندكم سلاح ما اعتقلوا والدك مثلا ما لا لا شرد ابوي طلع من البلد حج ما طلبوش والباقيين طلعوا برضه شردوا كلهم مع بعضهم تخبوا لما طلعت الانجليز طوق البلد بيجي حوالين صيون يعني
هو ما قدرش يخش الانجليزي الا ابراهيم مختار. مستحيل واحد انجليزي يخش الا ابراهيم مختار. نعم. المختار اللي بده اياه بجيبه. زي عمدة مصر. مش زي المختار وسواج تعريفه. نعم. هذا له دور المختار. اي نعم. طيب عمي انت بتتذكر يعني عملية المداهمة كيف صارت؟ والله بالنسبة للقبانية يعني؟ لا مداهمة للقرية. لما داهموا القرية وفتشوا البيوت تتذكر؟ والله بتذكر بس بقيت صغير مش كبير في العمر. نعم. كان لي اخو هذا اللي في العقبة حاليا اسمه رجب بقى في السير وخشوا علينا وحتى كسروا صندوق امي جوا البيت. ما عرفوش يفتحوا طخوا بالمسدس وفتح الباب. على صندوق امي. قال هذا ليش مفتحش؟ قلت المفتاح مع امي. امي مش موجودة. صاحب المسدس وطخ وفتح الباب. فكروا في سلاح. ما لقيتش في سلاح. صاحب حالهم طلعوا من هان لهان 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 بعدين لموا اللي عليهم العين كلهم عند المختار. نعم. وقعدوه هناك زي طوب اليهود كيف يطوبون اخي اليهود. نعم. زيهم. ايش بتشتغل انت شو تسوي انت وين بتروح انت وين بتيجي؟ احنا بنزرع بنشتغل في الخلا تبعنا وبنزرع وبنقلع وبنفلح بس بشكل. طيب خالك اللي اعتقلوه عذبوه شيء؟ لا بس اعتقال. اعتقال عقل. طيب عمي الاضراب الشهير الاضراب الشهير الاضراب 6 اشهر عندك معلومات عنه؟ لا والله ما بعرف شيء عنه. طيب عمي يعني بدنا نرجع بس لما احتلوا القريه او لما اسف داهموا القريه الانجليز يعني. نعم. داهموها ليش يعني؟ عرفوا انه في ثوار عرفوا انه في سلاح؟ عندهم اخباريه عنه عنده سلاح. اخباريه؟ انه عنده سلاح. نعم. طيب عمي لما داهموا القرية خربوا شيء غير يعني مثلا اثاث بسيط كذا؟ والله خربوا والله بقى يحطوا دير السمنة على اللحفة وعلى الفرشات وخربوا البيوت جوا الانجليز. اي نعم. طيب انتم قدمتوا مساعدات للثوار؟ كنتوا تقدموا مساعدات للثوار؟ زي ايش عمي؟ بدي نوديهم نشتري لهم فشك نودي لهم اكل نودي لهم شرب شو عايزين مية. نعم. ما هو هذا حال يعني اذا في فشك نشتري. واذا احتاجوا انهم يتخبوا عندكم في البيوت ما في مشكلة؟ كنا بنخبيهم. طيب وإذا يعني كانوا بحاجة ل يعني إنهم يعرفوا عن كمائن الإنجليز كنتوا مثلا تخبروهم؟ أهل القرية كانوا خبروهم إنه في كمين إنجليزي هون؟ لما نشوف الإنجليز نقول لهم تعالوا الشقة ثانية. نعم. واطلعوا برا وتخبوا في مكان ثاني تجيبوا الشبكة. طيب لهذا السبب يعني هم ممكن كانوا يداهموا القرية؟ عشان هيك عشان السلاح. داهموا مرة ولا أكثر القرية؟ والله أنا بتذكر مرتين. نعم. عشان سلاح. عظيم. كل ما تروح خبرية على سلاح يجي يفتشوا. نعم. أما ما يخلوش شغلة في البيت على بعض. طيب عم ما نحكي في موضوع اللي أنت حكيت عنه قبل شوي. إنه صار مناوشات بينك وبين العصابات الصهيونية. نعم. هو اللي ست خرزينة. اللي في مع الكوبانية؟ اللي مع الكوبانية. طيب ليش هذه المناوشات صارت؟ والله مشاكل يعني انت خشيت في الارض انا خشيت في ارضك انت مش عارف ايش انت خربت علي انا خربت عليك وقامت الناس على بعضها ما كانش من هذا اليهود احنا ما كنش نحسب منهم حساب بالمره يعني. نعم. يعني اليهودي عندنا كان زي بلاش وبعدين جبل اللي علمك اليهود. نعم. اجبى الناس في العالم اليهود اللي استحل فلسطين الحين يا خساره والله يا خساره علينا. اه والله يهود سبب اليهود بس احنا خون على الاسف. طيب عمي هذه المشكله اللي صارت بينك وبين الكوبانيه حدثنا عنها عن شو السبب شو ليش يعني شو المشكله اللي صارت بينكم عشان تهجم عليهم؟ يا عمي بقول لك هم بتتعدوا بيستحلوا بياخذوا من ارضنا اليهود. اها. وبعدين؟ بعدين قمنا عليهم كيف ياخذوا من ارضنا؟ ليش قمتوا عليهم؟ شو كان معاكم اسلحه؟ والله في سلاح بتعرف في سلاح هامل. نعم. وعصي ودقارين شعاب يعني شعوب يعني الشيء. نعم. الشعوب هذا اللي بيسووا فيه هذا. وهذا امكانيات الناس كانت يعني الناس ما في عندها امكانيات جو. نعم. طب عمي غير طب هم والله عندهم سلاح. طب مين فزع لكم؟ القرى اللي حوالينا كلها. زي ايش مثلا عمي؟ ايش؟
في الدراسة سوا فيها، عندنا هذه سدود، حمامة، حتى كراتيج، سير، القسطينة، المسمية، البطنيات. نعم. طيب عمي، هذه مشكلة بينك وبينهم على الأرض. على الأرض. صار في بينك وبينهم مشاكل ثانية؟ لا. هجموا عليك وهيك لله يعني؟ لا لا بقدروش. العصابات ومع عصابات؟ لا بقدروش لا. طيب عمي، شعرتوا بخطورة اليهود؟ لا. شعرتوا انه اليهود مثلا بدهم يطلعوكم من ارضكم؟ لا، في على 48 يعني؟ قبل 48 شوي. لا 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 ابدا. كنتوا تشعروا بالطمأنينة تجاههم؟ ابدا، ولا عادي عندنا. طيب كان في هناك مخطط لليهود او العدو الصهيوني لاخراج الفلسطينيين من ارضهم. هذا في الاخر. في الاخر انت يعني؟ في الاخر. طيب دريتوا فيها هذا الحكي؟ ها درينا عنه، قالوا نروح لهم. ها كيف درتوا عنه يا عمي هذا؟ الاخبار تجيبوا الاذاعات. الاذاعات؟ طيب شو كنتوا تسمعوا عمي؟ بسمع انهم بدهم يرحلونا من فلسطين ويحتلونا ويطردونا من بلادنا. قلنا والله ما بنرحل لو بتيجي كل اليهود. نعم. وظلينا صامدين لاخر لحظه، اجت الدول العربيه فزعت وما نفعتش. طيب عمي، حتى لو اجوش كان حنظلين في بلادنا. عظيم. طيب عمي، قرار التقسيم سمعت فيه؟ هذا برندوت. نعم. برندوت هذا لما قتلوا اليهود لما كان من صالح العرب. نعم. قتلوه في المنطقه اللي احنا فيها. نعم. وقالوا بدهم يعملوا من عند حفص خرير. نعم. لا يافا لا القدس، ويعملوا الفصل بينه وبينه. طيب هذا القرار، قرار التقسيم اللي صدر عن هيئه الامم المتحده عام 1947 شهر 11. نعم. كيف دريتوا فيه انتوا هذا القرار؟ اخبار برضه؟ اخبار وطبيعه بشوف. وكيف الناس كانت بالنسبه لهم؟ والله ما هم متحركين بالمره ولا بردوا على كل حاجه. هم مبسوطين لانه بيطلعوا يعني اليهود بضلش لهم مكان عندنا. نعم. 47 هذا اللي بيقول عنه. نعم. ما بضلهمش كثير عندنا. يعني بالنسبه لكم اللي جابنا احنا بناخذها. وغيرنا 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 وغيرنا، يا ريت قسموه. طيب انت قبلتوا بالتقسيم؟ لا. رفضنا برضه. لانه شو اللي عندك عشان ياخذ من عندك؟ انا بقول لك لا. طيب بعدين اجوا اليهود علينا واحتلونا واحنا في البلد، وانا رحت على البلد طوقونا. مين هذول؟ اليهود. بعد ما صالح رحلنا. اذا ما شبحنا صار الحرب من هو شاف نطلع من بلد لبلد. نعم. ونتنقل منها. هاي الشيء هذا اللي فيها وعاود نرجع. نعم. كنا نرجع طوقونا اليهود في نفس البلد. انا كنت موجود. نعم. هو واحد. بقول انا ايش؟ قول لي يهود حبيبي انتوا كويسين جيراننا خليكوا عندنا. ليش ترحلوا انتوا؟ الله يقدر تتعبوا برحلتكم من فلسطين من بلدكم. نعم. ايوه قلت يا واحد اسمع مع عبد القادر، عبد القادر عبد الرحيم اسماعيل. لو قول لا خليهم يطلعوا اليهود. احنا بدناش نطلع منها. وتناوش هو وياه وتكتب وياه وقال والله ما بتفهم ولا رزب. بس خليني يا عم عبد القادر في بلد انت بنعيش في بلدنا وكيف؟ قال لهم قتلونا ظل بنعيش. نعم. وظلت على الحال ورحت. طيب عمي بدي اسالك عن الانجليز لما كانوا يلاقوا مع واحد سلاح. السجن. حتى السكينه مثلا؟ وحتى السكينه. نعم، حتى الموس. ولا تحمل قطعه اسمها سلاح لا ابيض ولا اسمر. نعم. ممنوع ولا منع باب. بجيب الكرسي، خليك معنا عمي. تفضل. أنا قلت أجيب الكرسي بس. طب عمي اليهود. منين كانوا يجيبوا أسلحتهم؟ الإنجليز. الإنجليز كانوا يعطوهم أسلحة؟ أي نعم. نعم. هم كانوا يضربون الثلاث اللي الركاب فيهم. كانوا يضربون بالجيازين اللي قد جرت الغاز هذا. الثلاث الركاب اللي يضربون اليهود. من الإنجليز. وكل أسلحتهم من الإنجليز. المعسكرات البريطانية سلاحها وين راح؟ نعم. ولا قطعة سلاح روحت مع الانجليز. طيب عمي. طيب انتوا اشتريتوا سلاح؟ شرينا. من وين؟ من الاردن. مين اللي اجى اشترى سلاح؟ عمي وابن عمي. اجى على الاردن هاي. نعم. هي بهجة التلفوني وشروا لكل اثنين بروده. كانت الفشك بنص دينار.
نعم. فشخ الواحد نص دينار. جابوا حوالي 200 بارودة، كل اثنين في بارودة. 200؟ 200 حوالي 200 بارودة. طب تتذكر شو كان حكى البارودة؟ والله فوق ال 150 ليرة، بس هم إذا جيبوا لهم بلاش من هذا. ليش بلاش؟ هم في ناس صور في الأردن كانوا كويسين يعني. نعم. كانت الأردن وفلسطين زي ما تقول ممتاز جدا يعني مع بعض. ممتاز. كانوا عائلة واحدة. طيب عمي، في يعني الناس لما دفعوا حق سلاح من قرية باعوا ذهب نسوانهم؟ باعوا. 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 واللي معه مصدر دلع. لا، باعوا حلالهم. وفي باع حلال، معهوش بدي حلال. طيب في ناس دفعوا مثلا زيادة مثلا أو فرضوا ضرائب على بعض ناس. لا. اللي بخاطه بده يشتري سلاح يشتري. على كيف. طيب تقريبا حوالي 200 قطعة سلاح كمان. نعم وأكثر. كان في حوالي 400 مقاتل يعني. في 400 مقاتل نعم. كل اثنين بوحدة. نعم. طيب كان في لجنة لهذا الموضوع يعني تجمع تبرعات أو تجمع فلوس؟ لا، كل ما هم قرايب في بعضهم والكل بدفع مشكلة، ما فيش جمعيات عندنا. يعني أنا قصدي عمك هو اللي كان مسؤول عن الشغل. هو مسؤول بلم منهم وبيعطيهم وياخذ منهم مصاريف من أخوته أولاد عمه أولاد خاله وياخذ منهم. مين هو عمك؟ عمي شو اسمه بالضبط؟ محمود إسماعيل. محمود إسماعيل؟ نعم. أبو إيش؟ أبو بهجت. الله يرحمه. إيش؟ يرحم الجهتين. الله يرحم كل الجهات. هو ابنه، هو بهجت ابنه ومات لأخوي. عليه رحمة الله يا سيدي. أي نعم. طيب ما كان يجيكم تجار اسلحه يبيعوكم؟ لا 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 لا، بس انتم جيتوا على الاردن اشتريتوا اسلحه من الاردن. احنا جينا على الاردن وشرينا، وفي ناس بقت عندها سلاح قديم. نعم. بارود الماني ابو حديدين هذا قديم هذا. نعم. فشك تطلع وعشره ويطلع النشي. فجابوا منها سوار انجليزي من ابو ذنتين هذا، شروا منها. أبو شوف شو مسلسلات أنت اللي هبجوا. نعم. كانوا يهربوا علينا سلاح من هذا الأردن. والله كان في ثوار حبيب ولو جيبونا سلاح لعندنا. طيب تتذكر أمتى وصل سلاح على القرية حج؟ والله بالسفاربي أول من وشك. أول من وشك على طول قمنا سلاح. طيب هو صار مناوشات بينكم وبينهم؟ وضرب كيف طخ نار ما في. ولعت نار. هذا الحكي بالسفاربي؟ 47 ل 48. وكان انجرح منكم حدا؟ صاب حدا؟ والله العديلي ابن عم انجرح محارب عبد الوهاب وظل في الجيش لما مات من الجيش. وكان يتمنى يموت في مصحلوش. الله يرحمه. اسمه حرب عبد الوهاب انطخ واجى حارب هان وحارب في لبنان حسب يموت في مصحلوش. اسمه عبد الوهاب حرب عبد الوهاب اسماعيل. نعم. اي نعم. في حدا غيره صاب او استشهد؟ والله له اخو برضه اسمه عبد اللطيف عبد الوهاب برضه توفى وانا واقف. استشهد طخور يهود والله ورواد بالبرن، كان البرن ابو قرن فوق هذا. نعم. ابو قرن التيس هذا فوق. ودفنتوه في هناك في القريه؟ في البلد. نعم. اي نعم. تتذكر حدا غيرهم عمي ابو رافل؟ لا ما ضل فيش حدا. الله يرحمه ان شاء الله. طيب عمي لما اجى السلاح كيف تم توزيع السلاح على الثوار؟ على الثوار؟ عليك وانت؟ على الشق على الدوار. الشق. نعم. كلهم فلان وفلان يجوا وفلان وفلان يجوا وفلان وفلان يجوا يسلموا. انت عليك ليله وانت عليك ليله. طيب دربتوا على الاسلحه عمي؟ بقيت ادرب في لوحه الصبر، بتوقع لوحه الصبر، عدامر عديد. طيب مين كان يدربكم؟ في ناس متعلمين فينا في الشغل. مين مثل مين؟ واحد اسمه ابراهيم اسماعيل. ابراهيم اسماعيل؟ نعم. ابن عمك برضه؟ برضه قريب. طيب كان في حدا من اهل القريه مسؤول عن تنظيم الدفاع؟ هو ابراهيم هذا كان ينظمنا ويدربنا ونعمل زي عسكر زي كشافي. طيب مين من وين جاب تدريب هو؟ بقي يشتغل مع الانجليزي وتعلم الانجليزي. كان في البوليس؟ طيب عملتوا خطه للدفاع عن القريه؟ عملنا خطه الاول وخطه ثاني. نعم. في عندنا احنا واد مقابل كوبانيه وفي اللي جاي من الشعب، هذا من هنا وهذا من هنا. طيب الزلام الكبار كانوا يختلفوا مع بعضهم لما يعني؟ لا. على هالموضوع هذا؟ ايش لا، كل بده كاتل. نعم. طيب. ما غيرناش نحسب حساب لليهود احنا. طيب عمي يجوك ثوار من خارج القريه؟ من اجوا. من وين؟ اجوا من فلوجي واجوا من بالدراس واجوا من
حمام واجوا من جولس واجوا من سدود واجوا من كل دي. نعم. واجوا بسيارات شحن. وقعد عندكم فترة طويلة دول؟ وين في معركة بظلهم فيها، من خلص المعركة بروحوا. قديش شو كنتوا تأمنوا لهم هذول يعني؟ أكل شرب نوم؟ هم كنتم ياكلوا يشربوا؟ فيش على خط النار على طول. طيب قصدي لما يحتاجوا النوم يحتاجوا أكل؟ بيروح واحد منكم بيجوا بيجوا أكل، ودي لهم أكل كله على البلد ودي لهم أكل كله. من أهل القرية؟ من أهل البلد، من أهل الجنوب. طيب جنود نظاميين وصلتوا عمي؟ إيه؟ جنود نظاميين. إيه؟ جيش جيش يعني وصلكم؟ لا ولا عسكر وصلنا احنا. ولا متطوعين؟ ولا متطوعين ولا اي واحد الا من القرى بتاعتنا وبس. طب انتوا راح تشوفوا فزعات لقرى اخرى عمي؟ ها عوين على اي قرى؟ رحنا بدي فزع لبدي راس. انا بخربك بنفسي رحت على مختار البلد قلت لهم اليهود هذول العصر والله اتذكرها والله العصر. معاهم السيارات ما فيش سيارات كثير، معاهم عربيات خيل. نعم. بجواز خيل وعليهم مدفع هاون والعسكر بيمشوا وراه. والله العصر، لكن والله ما عاودوا لواحد. نعم. لانه هم في قدام مقاتلين واحنا من وراهم. وهم كانوا في النص، والله جبت الرجال من السنة. نعم. هم اليهود والله دمهم في الفكرة في الزهر. عظيم. اي نعم. طيب غير بالدراسة شو انتوا قدمتوا فزعات لحدا؟ والله هم اللي حوالينا بس. انتوا فزعتوا بس لبيت الدراسة؟ لا فزعنا للسدود وفزعنا للفلوجي وفزعنا لكله. نعم. وللقسطينة ولا. طيب بهذه الفزعات حدا استشهد من عندكم او انجرح؟ لا ولا واحد. لأن اليهود بقيت تضب على طول لما نروح. طيب عمي قبل احتلال القرية. قبل قريتكم ما تحتل. استقبلتوا لاجئين من قرى اخرى؟ لا فيش ولا واحد اجى. لاجئين؟ لا. ما في حدا كان تارك بلده؟ لا لا لا، كل صامد مكان محيطنا هذا كله من صامد لحاله. نعم. اي نعم. طب عمي انتم بنيتوا استحكامات في القريه؟ ايش؟ اه يا زلمه، بعشنا كلها خنادق داير يدور البلد. مين اللي كان مسؤول عنها يعني هذا؟ كل اي واحد فينا يلا تبعش خدك وانت تبعش خدك، يعني كل اثنين معهم برد يبعشوا خدك ويستحكموا فيه. طيب غير الخنادق عملتوا متاريس مثلا كاس رمل، حجار، قهاقير؟ لا لا لا، غير بحش بالورا. نعم. بس قديش عمقه هذا الخندق عمي؟ لحد الهام بيجي طول الزلمه. يعني حوالي متر ونص؟ اه. داير ما يندار ولا خليته مناطق؟ لا خليته مناطق مش كلها، بس ما فيش مجال يعني واحد يمرق داخل البلد، ما فيش مجال يخش ابدا. وكنتوا تعملوا منوبات للخلاصه؟ كل 24 ساعه تخشوا جو. حضرتك كنت تتناوب؟ انا لا بالحكس صغيرة. نعم. طب عمي قبل ما يعني انتوا القريه تعرضت لاحتلال؟ قصدي يعني لا احتلال عسكري ولا طلعتوا قبل ما يجوا اليهود؟ لا لا، حتى بعد ما يجوا اليهود صار في معركة يعني عندكم؟ معركة بالعود. طيب قبل هذه المعركة ايه حد غادر من القرية؟ لا ولا واحد. فيش حدا غادر بالمرة إلا آخر لحظة ما طبوا فينا بالطيران. نعم. بالمدفعية الكبيرة. تدمير. طيب. فيش عادة احنا اللقوة هذا. طيب لما كانت في بينكم وبين اليهود مناوشات. تأثرتوا اقتصاديا مثلا؟ لا. صار عندكم شح في الاكل في الشرب؟ لا ابدا. نعم. كل شيء مأمن. زراعتكم تأثرت شيء؟ لا كله مأمن ولا صار فيها حاجه. اما هم في الاخر نعم اجوا حرقوا القش اللي في جور كنت في البيادر. حرقوا ولع في نار. اي نعم. حرقوه كله. طيب يا عمي قبل ما يحتلوا القريه احتلوا البيارات المجاوره حواليك وشي مثلا؟ لا ما هم مش بعاد عنا ما هم. نعم. يعني 4-5 كيلو بينا وبينهم، فيش مسافه للكلام هذا. هم من البياره من الكومبانيه بيضربون البلد. نعم. يعني فيش مسافه. طيب عمي مجزره دير ياسين سمعت فيها؟ اه والله سمعت وحرقوا. شو سمعت عنها؟ سمعت حرقوا ولد في السير تبعه ولد طفل. نعم. هذا ايام شارون كانت بابا شارون. سمعت في دير ياسين والناس اللي حوالين دير ياسين طفشت للعمليه هذه.
خوفتكم جاني ياسين؟ لا احنا ما خفناش. احنا حتى الجنين اكثر. نعم. صرنا كادر اكثر. فتتوقع دير ياسين كان مبالغ فيها عمي ولا حقيقية؟ لا حقيقية رسمي. يعني قصدي انا ما بالغوا فيها. لا 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 حرقوا الولد وهو في الكفولة في السرير. طب هذا الكلام سمعتوه من الاخبار والجرايد ولا من ايش؟ من الناس اللي بتروح وتيجي. من الناس؟ اي نعم. طيب كيف كنت تتابعوا انباء المعارك والحروب؟ انباء المعارك والحروب؟ والله ما بتعجبك والله بقينا منصورين احنا عليهم. كيف كنت تسمعوا الاخبار طيب وين تسمعوها؟ عندنا راديات. عن طريق الراديو؟ اه عن طريق الراديو. طيب لما صار في هجوم على القريه عم حضرتك وين كنت؟ والله انا كنت في البلد. في البلد؟ تقدر تحدثنا عن المعركة هاي؟ كيف هجموا عليكم وشو سويتوا؟ والله يا عم خشوا علينا بالدبابات والطيارات وكذا، خشوا علينا بسكوتات وطيران وقصفونا، وفي منه واد واد احنا اللي قلت لك عنه هذا شرق دبل البلد نعم اتخبينا فيه وصرنا نكاتل على قدر الامكان، اما هم طلعوا في البلد كسر. طب شاف. قصفوا بالطيران؟ بالطيران وبالمدفعية. عمي حدثنا عن كل المعركة. نعم. بدون ما انا اسالك، قل لي شو بالضبط كيف بلش وكيف كذا؟ والله على طول خش فجأة تقريبا الساعة 11 بالليل. عظيم. شايف؟ ظلهم يضربوا فينا للصبح. لكن احنا طلعنا البلد كمينة في الوديان. ما طلعناش خارج البلد. لأن المحيط البلد فيه محيط واد. خبينا فيه واللي معه سلاح بضرب. خبنا من الفرديين، احنا الطيران احنا عارفينه بقصف. الطيران بقصف في البلد، نازل في البلد في دمير. لكن احنا اللي العسكريين الافراد اللي بيجوا من اليهود بنضربهم. نعم. لغايه الصبح ما لقيناش فايده، فش ما ظلش فايده على خشك. رحلنا من منطقه لمنطقه، جينا على الفلوجي. طيب عمي وانتم في البلد والطيران يقصف بالليل. وايضا دخل دبابات على القريه. نعم خشوا. طيب الاهالي وين صاروا؟ وين كانوا؟ طلعناهم طرحناهم الصغار والبنات والحريم كله طلعناهم قدام بغداد. رحلناهم على بلد ثاني. وين رحلتهم؟ على اي بلد؟ على البلد السوفيتي الشرقية اللي منه هذا. على السوفيتي الشرقية؟ اه منه جنة. طيب عمي رحلتهم بنفس اليوم؟ بنفس الليلة. من عند ما صار طلق النار في ناس برعت شارف العيال كلها تنقلت. شو شالوا معهم الناس؟ مش شالوا معهم، تخشي مع الحمير والحفاد فرشات قليزيات. غطا يعني بس، اما اكل وشرب ما فيش. ولا اخذوا قمح ولا اخذوا شيء؟ شو قمح؟ طيب يعني ما ظلش حدا من اهل القريه بتاتا؟ لا الا انتم المقاتلين بس. وانت كنت مع المقاتلين؟ انا بقيت معاهم هردشش، انا اخوتي وابوي وابوي واخوي معاهم كبار. نعم. ابو جمال ابو هشام. طيب واستقريتوا في الوادي المجاور للبلد؟ للبلد. نعم. وظلوا لوجه الصبح؟ لوجه الصبح، بعدين ما فيش فايده. ما ظلش معاكم هشام؟ ما ظلش هشام طلعوا الناس. شو سويتوا طيب لما ما ضلش معاكم خشن؟ طلعنا على بلد ثاني. نعم. بلد ثاني بعدين رجع على البلد الثاني، من الثاني رجع الثالث. طيب انتم انواع الاسلحه اللي كانت معاكم شو هي؟ برود. شو ما عارف برود يعني، بس يعني شو انجليزي مثلا فرنسي؟ صور انجليزي، اسمه صور انجليزي ابو ذنتين ابو خمس طلقات. طيب. طيب حد يعني لما كانوا يقصفوا او كانوا يعني تقدموا نحو القرية بالدبابات. تركوا يعني طريق مفتوح؟ تركوا لنا طريق مفتوح عندنا مشان نشرد. نعم. مخطط هذا. طيب الناس كيف كان وضعهم النفسي والمعنوي؟ سيء. توصف لنا اياه هيك يعني كيف؟ والله الناس حزنان بالمرة خالص، اما هم معهم سلاح وبكاتلوا عندهم كانت معنوية قوية. اما ولا لما صار اللي صار وفش فش وفش يعني الناس حزنت خالص يعني. الوطن غالي يا زلمه، صعبت علينا البلد يعني. طيب في هذا الهجوم عمي استشهد حدا؟ لا ما قليل الصواب، ما فيش كثير. فيهم صواب؟ صواب؟ صواب كثير. مثل مين صوابوا ناس؟ والله بقول لك ابن عمي وابن خالي وفي واحد من جماعتنا من عائله ثانيه. نعم. هذا صواب صواب. تذكر شو اسمه هذا الشخص؟ حرب عبد الوهاب اسماعيل. حرب عبد الوهاب اسماعيل؟ نعم. ومين كمان؟ وابراهيم يوسف اسماعيل. نعم. واحمد يوسف اسماعيل اخو ابراهيم. هذول الصواب. طيب عمي والناس ترحل وطالعه. يعني انتم قسمتوا حالكم ناس بتقاتل
وناس ترحل؟ اي نعم. طيب اللي معهم سلاح ظلوا. نعم. ما عندهمش سلاحهم اللي رحلوا. نعم. نعم. طيب هذول الجرحى كيف عالجتوهم؟ طلعنا على ودنهم على المجدل. المجدل على غزة. وخال إلي كمان برضه حسين خال حسين. هذا واحد يضرب بستين كامل. والله قلت ما يطيب. ودنا على غزة والحمد لله طبعا. شو اسمه خال اسمه حسين الحج. حسين الحج. طيب حج تركتوا حدا من أهل القرية داخل القرية؟ فيش إلا ولي اسمه هادي عجوز قالت والله ما بطلع. الله برافو عليك. وظلت والله في البلد وجيت أنا من غزة على السوافير عشان أجيبها. أيوه. قالت أنا ما بطلعش من هنا لموت هنا. يا حج يا صخبين ما في فايدة. خذها الذهبات هذول. أعطي لك عمك سعيد شوية وأبوك شوية وعمك محمد شوية قسمنا عليهم. أما أنا مش طالع. أنا لقيتها برا دبلك بس دبلك طلعت فيها سخن. اللي راح أتمنى أجيب مي. قديش كان عمرها يا حج هذه؟ والله حوالي 60 70 سنة. كبيرة والله. مش صغيرة يعني. طيب شو اللي كانت تتأمله في البقاء هناك يعني؟ اللي هزبل لك أقول لك بركي عادي بتذكر احنا كنا نقول اسبوع بدنا نقعد نروح يا زلمه. نعم. احنا كنا نقول اسبوع 10 ايام نروح. تتذكر اي شهر طلعتوا بالضبط؟ والله يا شيخ طلعنا في 48 بالقلبي. بشهر 4 بشهر 5 والله تقريبا في هالايام. كيف كان الطقس؟ عادي ما فيش شتاء صيف. صيف ها؟ طيب تتذكر شو كنت تلبس يوم ما هجموا في الطيارات عليكم؟ انا بنطلون وقميص. بنطلون وقميص؟ نعم مسكوم. نعم مسكوم انا؟ انا مش كبير كثير يعني. طيب هذه الحجه شو مصيرها صار عمي؟ والله توفى هناك؟ هناك؟ نعم هناك والله. حدا دفنها حدا شيء؟ روحنا دفناها في المقبره، لقيناها على التخت تبعها وتوفى. بعد قديش كانت توفي؟ والله يمكن اسبوع. هاي شو سبب؟ لما قلناها بالتخت والعالم. طب شو سبب موته تتوقع؟ السبب مش يعني قتل لا. موته نايمة وابد عادي بس مرفوخة مسكة. ما قلناها على المقبرة قفلناها وروحنا. ايش السبب؟ طيب عمي انتوا بس طلعتوا جزء منكم قاتل جزء منكم راح ودى النساء والاطفال وكبار السن على السوافير. السوافير الثانية وبعدين الشرقية وبعدين قديش استمريتوا في السوافير؟ ليلة اللي خلقها ليلة واحدة اليهود. طيب انتم المقاتلين اللي حكتوهم للاهل بعد ما خلص السلاح لحقناهم طيب وين بعدين رحتوا عمي؟ على الفلوجة. سكنتوا في الفلوجة؟ قعدنا ولا شوية منيحة حوالي 3 اشهر 4 اشهر. حضرنا برنادوت لما انكتب انا في الفلوجة. كنت برنادوت. اللي اجى قسم اثنين نعم اجى قسم المنطقة هذيك كتبوا اليهود. بتذكرها زي ما بتذكر كنت قاعد. نعم. طيب عمو في الفلوجة قعدت 3-4 شهور، قديش بعيد عنكم الفلوجة عن قرية الزور؟ والله حوالي 8 كيلو 9 كيلو 8 كيلو 7 كيلو ممكن سلام ماشي يعني. طيب بهذا الاثناء كنتوا ترجعوا على القريه؟ بدنا نروح نجيب حب يا زلمه عشان ما تموتوا من الجوع. بنجيب حب وكل شيء، كله نقلته، انا نقلته كله. طيب لما كنت ترجع عمي على القريه كان في يهود؟ لا بس لما وين راحوا؟ في الكوبانيه كوبانيه قريب يا زلمه بس بدخوا علي من الكوبانيه. كان دخوا على ليجي؟ ليجي من الكوبانيه دخوا علي. طيب كان في حصاد تحصدوه ولا كنتوا حاصدين؟ حصاد يا زلمه في من حصد جرون مليان البياد ملان يا زلمه حب صلاي قمح حرقوها اليهود. حرقوا القمح؟ القمح حرقوه. بس في عندنا خلصنا نحن برضه. احنا طلعناش ولا حاجه يا زلمه. طيب البيوت كنتوا مسكرينها مفاتيح ولا؟ والله مفاتيح مسكرينها. واللي يرجع على البيت ويرجع معه مفتاح ويفتح؟ يخش يطول ياخذ اغراض؟ كل اغراض. طيب تقريبا في 3 اشهر 4 اشهر نقلتوا معظم اغراضكم؟ ولا خلينا حاجه. نظفناه خالص.
طيب كل يعني كل الاسلام كانوا روح الرجال الشباب؟ لا الشباب احنا ولا روح سمين اختري له. تاخذ معك دواب؟ لا ماشي. لا دواب مش نحمل. نعم. شو بدي احمل بني ادم تحمل؟ ماك حمرين ثلاث حمير حملين نروح. ايش لحفه وش حب وش قمع وش عدس وش فول. حلالك وبقرك اخذته معك؟ اخذناه كله. ما دشرناه برضه. نعم؟ دشرناه لما شردنا دشرناه عم نجبناه. نعم. ها انتم احنا استعملنا لقينا ماء وقت في استحملنا في البقر. طيب عمي لما كنتوا ترجعوا يعني ما عمره صار مثلا حدا انجرح، حدا استشهد، حدا شيء؟ لا لا بقينا نشوف، بقينا عندنا نشوفهم نتخبى، احنا طاقتنا ما بقاش بيننا حدا. انا هذا طوقت اربع مرات وشربت من الصبر وحطيت نص مرات زوج شراب. طوقت؟ والله العظيم لحقني في الشارع وطخوا راي بالرشاش. الك عمر؟ قلت والله يا حمار ما بقى، قال لك يا حمار، قلت والله يا حمار والله بالحرف الواحد. والله يا حمار ما بقى. برافو عليك. والله قلت والله ما بقى، وضليت نام. طيب لما دفنتوا الحجه ما حدا اجى لكم حدا؟ يا زلمه في الليل دفناها. في الليل عارف بتسرع اليهود بتضلش في الليل، لو طخوا. استولوا بدك اياه في الليل. نحن اسبوع بس ما لناش حظ. والله احنا رجال بس ما لناش حظ. ان شاء الله والله العظيم ان الكمبانيه هذه بيحتلوها 20 واحد بيحتلوها. ان شاء الله احفادك عمي. ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. يا زلمه بدي اروح اسوي فيه بس لو شهر واحد واموت هناك. شهر واحد بس. والله لو تعطيني مال قرون بس اروح شهر انا كنت بدي شهر حياتي. طيب بسيطه بس. اذا فلسطين حلوه يا زلمه. تتذكر عمي مين مين الاقرباء والجيران اللي طلعوا معاكم؟ يعني اللي كانوا بحدكم ماشيين معاكم مثلا ظلوا جيرانكم؟ لا عمي هو قريب، احنا قريب في بعضنا كلنا. نعم. طيب انتوا لما سكنتوا في الفرج وين سكنتوا؟ والله سكننا من البلد رجع شويه عند اولاد احمد بيقولوا. اولاد احمد؟ اه اولاد احمد من الفروج هذا فوالجي. طيب استقبلوك استقبال جيد؟ اه والله استقبلونا. قدموا لكم يعني خدماتهم و... والله قال بدنا احنا ما عندنا شغل حاجه، حطينا شواطئ ما رضيناش. طب بس جابوا لنا اكل وشرب بس حسب ما جوز. طيب انت في العراء يعني ولا كان في بيوت ولا شو؟ لا في بيوت دور عندهم. استاجرتوا يعني ولا مجانا؟ لا لا مجانا اي فيها اجار؟ يعني لا بدنا نسكن خاوه سوري. نعم. ما احنا عاوزين، ما احنا مفكرين ما قلنا لك بدها اسبوع، قلنا اسبوع زمان بنرجع بالمره. طيب عمي بعد الفلوجه وين رحتوا؟ بعد الفلوجه؟ نعم. رحنا حمامه. ومن حمامه على المجدل. ومن مجدل يا سيدي على بربرة. نعم. ومن بربرة على دير سنيد، ومنها على جبال، وبعدين على غرفة، وبعدين على خان يونس. قديش اخذت معاك الطريق هذه؟ كنت تقعدوا يعني؟ اه بنريح وبنراقي مع صغار واطفال، انا كنت حامل واحد من اخواننا. طيب انت من الفلوجة لحمامة لبربرة لهالكرة بنفس يعني على نفس الريتم ظليتكم ماشيين؟ اه عارفين الطريق محمد. على راس يعني مش استقريتوا مثلا اسبوع زمان في حمامه مثلا؟ قعدنا اسبوع 10 ايام كيف؟ بعدين وبربره كمان 10 ايام. نعم. وبدير سنين اخرى خمس ست ايام. طيب كيف كانوا يتعاملوا معك واهل هذه القرى؟ وعادي هم خايفين زينا، هم حاسبين حسابهم شغال. نعم. الكل منزعجع يعني. نعم. طيب في هذا الاثناء وانتم في المسير كان في حالات عطش، في حالات جوع؟ معانا كل شيء. متمونين يعني؟ متمونين مي واكل وشرب وكل شيء. طيب حدا مرض معاكم في الطريق؟ لا. طيب وانتم ماشيين ما كانش يكون في حواجز شيء لليهود كمان؟ لا المنطقه هذه ما فيش يهود. ما كانش فيها يهود؟ لا لا لسه ما وصلوهاش. نعم. طيب عمي اخر محطه كانت غزه؟ اخر محطه غزه. غزه المدينه؟ اه في المدينه. وين سكنتوا في المدينة؟ والله سكننا في العمدان في منطقة اسمها العمدان. عظيم. قديش سكنتوا فيها العمدان هذه؟ والله بعدنا شوي مش كثير يعني. وبعد هيك وين رحتوا؟ رحنا على خان يونس. خان يونس مدينة. مدينة اوكي يعني فيها فيها مخيم هناك؟ في مخيم بس سكنناش في مخيم اول. سكنتوا في المدينة؟ سكننا في المدينة. طولتوا فيها خان يونس؟ والله قعدت سنة تجوزت فيها. في خان يونس؟ عزيز عليك يا خان يونس. والله ما 18 سنه قعدنا بس انا 40 قعدنا. لك 18 سنه والله كان 18 يوم. اه بلادنا يا زلمه زي بلادنا.
طيب يا عمي، بعد خان يونس وتزوجت في خان يونس وين بعدين انتقلت؟ بعد سنة جبلين في خان يونس. قد ايه سنة؟ 18 سنة؟ لا 18 سنة. بعدين تنصر مخيمات وبنوا ندور وخدنا استلمنا وحدات وشكرا. هذا في المخيم؟ عاود رجعنا المخيم. مخيم خان يونس. طيب مخيم خان يونس تقدر تحدثنا عنه عمي؟ يعني كان واسع المخيم؟ اه والله كبير واسع. طيب اعطوكوا خيام ولا؟ لا دور قرميد 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 بلوك لبن وقرميد. لقيتوا جاهزات يعني هذول ال هم جاهزات، احنا خزنهم جاهزات. طيب كم غرفة اعطوك؟ احنا عائلتنا كلها اخذنا اربع وحدات. اربع وحدات؟ اربع بيوت يعني. عظيم. طيب شوارعها كيف كانت؟ والله بتعرف المخيمات زي مخيمات هيك. زي نفس المخيمات بالضبط. ماشي حال، بس شوارع كانت مزفتة ولا طين؟ لا طين، مش مزفتة. وبالشتاء كيف كان وضعها؟ الآن هي رمل، برص. برص. أما هي بتروح حد البحر. عظيم. طيب الوضع الصحي كيف كان مثلا؟ والله كان في حنفيات، كان في حمامات. في حمامات، في حنفيات، وفي كل شيء. حمام عيادة. حمام لكل بيت؟ لكل بيت حمام. من ضمن البناء يعني عامل حمام؟ ومش حمام عام يعني؟ لا 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 للدار نفسها، كل دار بنفس حالها. طيب يا عمي. وحنفية مية. حنفية مية لك الدار برضه؟ نعم. مخيم خان يونس؟ ايوه. عندي اثنتين، واحد من البلدية وواحد من الوكالة. طيب ممتاز. وبعد هيك عمي مثلا موضوع الصحة كان في عيادة قلت لي؟ عيادة كل شيء، مستشفى، مستشفى ناصر بتسمع فيه هذا كمان. مستشفى ناصر؟ في خان يونس هذا؟ طيب عيادة الوكالة في المخيم. وكان يقدموكوا طلبة كويسة يعني؟ حكم زي من حكمها. طيب والتعليم كيف كان؟ والله كان جيد جدا عندنا التعليم. الغرف الصفية عندنا؟ صفوف وبنوك وكل شيء عادي. نعم. والناس هناك بتدور العلم كانت. عظيم. كل بده يقرا هناك، كل علم يعني. طيب كيف كانت يعني علاقة الأهالي، أهالي المخيم في بعض؟ والله كويسين المهاجرين. نعم. ممتازين كانوا. طيب كانوا يعني كل المخيم من وين سكانوا كانوا معظمهم؟ كل هيك من منطقتنا يعني، قضى غزة 60 قرية. نعم. اللي هاجروا في 47، اللي هاجرنا في 48 أنا شفت على روح الوكالة 640,000. قديش؟ 640,000. قديش عدد سكان المخيم كان هذا؟ والله في حوالي بدي اقول لك يمكن 40,000 بهذاك الوقت. طيب وكانوا معظمهم من قضاء غزه جايين؟ كلهم من قضاء غزه، من قضاء غزه كله. نعم. طيب يعني كان كل حاره مثلا فيها قريه معينه ولا خليط كان؟ اللاجئين لحال والوطنيين لحال. نعم. في فاصل بين يعني طريق شارع. هاي البلد كنت تسمي اللاجئين والوطنيين؟ هذا الوطنيين وهذول اللاجئين. نعم. نعم. طيب عمي لأيه استمريت في مخيم؟ لما جيت على الأردن. نعم؟ لما جيت على الأردن. أيه جيت على الأردن عمي؟ أنا؟ 67؟ لا جيت 29، 29 61 أنا. 68؟ أنا ظليت سنة بديش أجي. أنا ما كنتش بدي أجي. بصراحة يعني. شو اللي جابك طيب؟ اللي جابني اليهود طخوني يوم اثنين الساعة 3:10 ودوروا علي ليش أنا صابت؟ بدي حقه ما ليش صابت ولا بقبلهمش. كان القطاع كله تحت الاحتلال. محتل كله. وضربوا عليك طلاق الساعة 3:10. والله. حافظ التاريخ. أول امبارح يوم اثنين الساعة 3:10. أو ليش طخوك يا عمي؟ طخوني ليش طخوني؟ يهود. كنت مسلح؟ لا والله راكب ومروح من الدوام. وين كنت تداوم عمي؟ أنا كنت اليوم مع البوليس الدولي. مع البوليس الدولي؟ نعم. ومروح. طيب شو كان طبيعة عملك مع البوليس الدولي؟ معي مسدس أنا. شو طبيعة عملك مع البوليس الدولي؟ أنا؟ نعم. للترجمان. ترجمان؟ أنت بتحكي لغة إنجليزية مثلا؟ يعني ولا شيء ثاني؟ لا بحكي إنجليزي. كويس تحكي إنجليزي؟ يعني كنت كويس زمان بعدين بطلت. هذا بقى ترجمان، الوكالة. طيب عمي طخوك برجلك. والله هي لا عمي سادي لا بس خلينا يعني هي مطلق هيك
هذول تلاقي المزارع الموجودات ولا طلعتهم؟ لا طلعتهم بس المستشفى. طيب عظيم. لا طلعت كيف؟ رشيت ربي يا زلمه. عظيم. قال بقول لك بس احمد قلت له يا احمد ما بوقف. هاي بدي يبعد عني هو؟ هو انا على البكيت وهو على البكيت هذاك. انا على البكيت هذا هو على البكيت هذاك. شوف قديش المسافة. وقال لي وقف حمار قلت والله يا حمار ما بوقف. لما خشيت انا شوف كيف الطريقة جايها طلع كيف؟ لما خشيت في السلك بدخل في الطيارة رسمي صديق. نعم. هذا اللي صار. طيب عمي. نعم. بال 68 نتيجة هذا الحادث فكرت انك تغادر قطاع غزة ولا لا؟ والله. لأنه كل يوم هم جايين هلو هلو تعطلع. وين فلان؟ يا عمي شو بدكم فيي؟ قالوا مش ممكن انت هم فكرونا زيهم. قال احنا الاختيار والعجوز البنت المرأة كله بتطوع. قلت له احنا لا حارفين الجيش بحارب. اما احنا مش كله بتطوع. قال كيف واحد شاب مثلك عادي يا شباب امس. كيف واحد مثلك شاب مش ضابط في الجيش. قلت له مش ضابط خيالية ما عاد بكون عليه في العسكر. نعم. قلت والله غير حد على الأردن. طيب وين جيت على الأردن عمي؟ أنا أول ما جيت على الأردن. عظيم. من هناك من المهرب عظيم. كان عندك أولاد؟ بقرافة ورائف وبنت. خليتهم هناك؟ خليتهم هناك أنا جيت لحالي. وين جيت على العقبة وبعد العقبة عمي؟ بعد العقبة جيت يا سيدي العزيز على عمان. ممتاز. ومن عمان على أربد. عظيم. وسكنت شربت صليت على النبي اللهم صل على الله. وبعدين ما سكنت شربت جيت على العبدلي ما هو الناس رايحين جايين يا عم تروح لقيت واحد من اللي عرفه روح ادرب ودي له اولاده والمرأة انا بس انا ومال تأجر دار شربت بلاش بقيت الدور نعم عند عقول والجمرات الجمهور هناك واسالهم عني كمان بيعرفوا والله هم دارفوني برا. ايوه عمي. لا صيح على مرحلة عندي. اي نعم. شيء. ودوام اشتغلت في الوكالة. اشتغلت في وكالة الغوث. على طول. نعم. ظليت في الوكالة لما جاء جاي ركزت. شو طبيعة عملك كانت في الوكالة؟ بقيت اشتغل في المطعم، مطعم نادي صغار ونطلع المدارس نجيب حليب. عظيم. اي نعم. طيب لما جبت اولادك وين سكنت عم في ظليتك ساكن في المدينة؟ ظليت لما جبت ابو جمال من مصر. هو ابو جمال ابو هشام هذا نعم اليهود ابعدوه في 67 اعتقلوه رحلوا على مصر طيب ليش اعتقلوا عمي هذا الزلمه؟ قالوا والله هذا الزلمه خطير خطير قلت له موظف وكالة شو خطير؟ قال لا لا حبيبي هذا واحد خطير على ابن سعيد انا بدخل ابن سعيد يا زلمه اذا اخوي موظف وكالة قال ليش مش حاطين عليه يؤن؟ قلت له غير حاطين يؤن المهم ما فيش فايدة. لما جيت انا ضربت جبت. داوم في الوكالة قال لي اخونا اسمه مخيم غزي قال له انا خليني في البيت والله مكلف. قال لي واحد في الشرق واحد في الغرب قلت يا زلمة خلينا في البيت. والله حلو البداية. جرت لهم. جاب من هون. داوم انتقلت في الوكالة جيت هون. سكنت في المخيم؟ وين؟ قلت لي داوم في المخيم. طيب لما سكنت في المخيم كان خيام ايامه ولا؟ لا براكيات. براكيات زينكم. طيب كيف كان وضع المخيم عندك؟ بركيات لا بالاسبست اسبست نعم كان بركيات كيف كان وضع المخيم؟ ايش وضع المخيم؟ مهلهل 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 المخيم شو المخيم؟ كانت العيشة فيه صعبة عمي؟ لا الحياة شوف بالنسبة للأكل والشرب ببلاش نعم الحياة رخيصة أما قروش فش قروش قليلة ايش أنا بقيت بداوم في الوكالة بعشر دولارات ونص في الشهر نعم بقى يكفني. نعم. كان يكفني، والله رد الباب بقرش كان فاهم في اربد. الحين بدي اقرا كيلو. طيب عمي، تتذكر مين كان طبيب في مخيم خان يونس؟ طبيب وكالة مثلا. لا والله مدير المدرسة مثلا. مدير المدرسة في مخيم خان يونس. اللي هو؟ اللي هو الحراري محمد الحراري من وين هذا محمد الحراري؟ المسنية عظيم طيب
عمي طيب هون في مخيم غزة. أول ما سكنت في مخيم غزة. مين كان مدير المخيم؟ أبو حسين الوحيد. أبو حسين الوحيد. نعم. طيب وشو كانوا كمان يعني الوكالة تقدم خدمات للناس؟ التموين بقى. التموين. التموين. والصحة. والصحة. وفي مطعم وطعمة. والتعليم. والتعليم. والسنتيجي. والمي وال هاي المحطات المخيم كل اربع دور عند المحطة كل خمس دور عند والحمامات كيف كانت؟ لا الحمامات مش هالقد حمامات عامة ولا حمامات خاصة؟ عامة برا والبيت الخارج بلقيته برا والحنفية برا ملوا النسوان نعم بس كانت مي بكثرة عاد مش زي كل زي اليوم كل اسبوع نعم طب الصليب الاحمر قدم لكم خدمات عمي؟ لا قبل الوكاله بمخيم خان يونس لا 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 ولا هذا ايش على الطعم وعلى طول اللي بيجي من غزه كان يجي على الطعم ويجيب له اولاد خبزات طبخات فول او حمص او الذي هو بيجي طعم هذا اللي بصير بدو الى جنب يصوروا ويروحوا طب عندك كارت معان عمي؟ اه سجلوك تسجيل لك وكارت الغوث؟ عندي لاجئين كارت لاجئين كيف؟ وعندي كارت نازحين. طبعا كيف كنتوا تروحوا من المخيم للقرى المجاورة؟ أول ما صار المخيم. ها؟ نعم. في السيارة. من أول ما صار المخيم كان في سيارات ولا كان في؟ هاي المخيم هذا؟ نعم. في سيارات. بهايم كان في مثلا تستخدموها؟ لا لا مش في سيارات. نعم. طب لقيت في مخيم غزة قرايب لك من دار اسماعيل مثلا؟ لا والله بس شيل انا واخوي كنا هو ابن عم كان هنا وتوفى هو واولاده رحلوا على عمان. بس هيك ابدا جماعتنا كلهم مغربة. طب عمي يعني بهالسنوات هذه الماضية نعم زرت فلسطين 48 رحت ايمتى رحت؟ رحت في السبعينات وفي الثمانينات واخر شيء 82 انا وانت رحت وين رحت وين زرتوا؟ رحنا على غزة. لا أنا قصدي على مناطق 48. مرة واحدة أنا رحت على بلدنا بس. إمتى؟ في السبعينات هذا رحت أنا. كيف شفتها؟ رحت عليها؟ رحت على البلد نفسه. كيف شفت البلد؟ أشياء وتلالة مطرح الدور، الكواب رمل. البلد ما فيش فيها مزروع ولا شيء. ولا غير شيء من مزارعها؟ زراعات؟ البلد نفسها لا. نعم. أما الأملاك مزروعة. طب داركم مثلا قربت عليها شفتها؟ كلها اول دار اول بلد اخذ دارنا اصلا يعني اول تخش على صوفيا طب قائمه دور ولا مهدوده؟ مهدوده بقول لك مدمره تدمير ايش دور؟ في دور؟ نعم فيش دور بالمره مسح ولا فشوره فوقتها اما بعرف اتجاهات طب ارضكم شو زارعينها؟ في زارعين شذره وش لوز وش تفاح طب عمي لما زرت قريتك كيف كان شعورك عم؟ انا والله يا رجال دبيت جيب رمل جبت معي ها؟ جبت تراب من معي جبت تراب من ترابها؟ اه كنت من عزنا والله صحيح بكيت لما عمي ثاني بكيت؟ اه والله بكيت الله يكون والله عزتني امشي ثلاثة وراي لما ابعدت حتى الان لو اروح مع الطريق نفسها أقول لك هاي الشارع بيجي على بلدنا حتى هاي الساعة لو الحين أركب أنا وياك الهان نطلع من بلواد نطلع على المدوار بالدجر ونشرق ونقبل وبقول لك هاي بلد هاي الطريق اللي بتمشي منها أنا نعم هاي فيه كم روح صبر ضايلات كبيرة كل صبر ضايلة من أيام قديمة من أيامنا ضايلة كل صبر ضايل صبر؟ أه والله على الشارع الله أكبر والله الله يعرف الطريق هذا صبر بدنا نكون زيه يعني وبشر الصابرين اه والله يا ريت يا وبشر الصابرين هذا صبر يا من درى يا من درى شوفك في فلسطين ان شاء الله الله يسلمك جديدة الله يسلمك ليش جديدة انا؟ بنت بلاد الاصلية يا زلمة العربة محلاها يا زلمة طيب عمي بدي اسألك قريتكم إلها في البلد هاي في الأردن ديوان أو رابطة أو والله يا عمي الديوان ما زبطش بسيطة لا والله ما زبط طيب عمي بدي اسالك سؤال تفضل يعني انت اشتغلت في وكالة الغوث اه والله خدمت 4 سنين ويعني
وعندك تجربة الحمد لله. طيب بعد معاناة السنين هاي الطويلة بتشعر انه المجتمع الدولي يعني حس بمسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية؟ والله مش كثير. انا بسمع شنو كلامه وشو استنتج. نعم. طب الاعلام العربي زيه أبداً. كله كله كلام كلام. انا ما بدي تنفيذ. انا بدي انا خراب بعطيه خراب من هلا بكره الصبح وشو الفايده؟ بدنا ننفذها. يا عم اليهود بضلوا معاك لاخر السنه بعدين ببطلوا. وصلوك البير وبرجعوك ثاني. يعني انت ما بتعتقد انه يعني في امل بالكلام والسلام لا لا الا بالقتال. الا بالقتال. اليهود ما بيطلعوا من البلاد الا بالقتال. واليهود هم بيستنوا عشان كتلهم بس ما حدش كتل. طيب عمي بدي اسالك عن قرار الامم المتحده رقم 194. هذا القرار اقر بحقك بالعوده الى بلدك. يا ريت. وتعويضك عن ممتلكاتك. تعويضك عن معاناتك. كويس. وارجع لبلدي. نعم. اخذ تعويضاتي وما تعويضاتي صح اللي طلعت. نعم. وارجع لبلدي. نعم. ما عندك مشكلة. لا من البلد نفسها؟ نعم. لا بديش بتعويضات بس بدين على البلد. طيب عمي. إذا صح لك ترجع في ظل الحكم اليهودي الصهيوني. أي لا. بديش عند الخبر وين ما كان خرب. بديش عند اليهودي ده. العربي لو كان اسمه يكون يا زلمة مهما كان اسمه عربي. يعني ولا لا ماشي الحال عمي. لو صح لك ترجع على فلسطين بكثرة إذا بنعاود نحضرها في إسرائيل ما أقول كلهم يعني كل الناس حتطلع ولا البلاش. طيب عظيم. عمي في شيء بالدنيا يعوضك عن وطنك وعن أرضك؟ لا. عن السوافير الشمالي لو أعطيناك سوافير هون؟ لا. ولا هون؟ ولا في ولا في قبرص حتى. ولا في قبرص؟ لا لا لا. ولا أحتمل بديش بديلة. الله يحييك يا عمي. الله يبارك. بلد طيب عمي يعني إلك أنا بقول لك شهر أروح وأموت فيها بس. 10 أيام وأموت هناك بس. يوم يومين نمشي ثاني. يوم. وأموت متنفس غير راسي. إذا الوطن هو دليلتك. الوطن غالي يا زلمة. للي بيفهم الوطن، الوطن في شغلة من في الدنيا. أني قيمة لك أنت في الدول العربية؟ وين هي؟ والله ما في زي بلدك يا زلمة. اسكت. ولا كرامتك في بلدك، في أرضك. إيش بدك؟ طيب عمي في لك أي كلمة أخيرة قبل ما ننهي هذه المقابلة؟ إيش بدك؟ إيش بدي أقول لك فيش؟ أنا إيش بدك؟ يا ريت للأجيال القادمة لأبنائك لأحفادك شو تقول؟ إنهم الله يجزاهم أولادي وأولاد أولادي لهم رب. طيب شو تنصحهم يا عمي؟ إيش أنصحهم؟ إيش يعني؟ بلدهم بلدك ما تنساهاش لو بتقوم لقيامة. ساش بلدك. طيب عمي أنا ركان محمود يعني بتشرف اني قابلتك وعملت معك هذه المقابله. بارك الله يا عمي. وانا يعني بشكرك جزيل الشكر على هذا الكلام الطيب وهذه الروح والمعنويه العاليه الصحيحه. شكرا عمي.